بتجيلي تقول العيال دي الراحه يا عمنا هتموت فين في ايه في ايه يا حرس في ايه في ايه في ايه يا حرس عمل ايه يا باشا واخدينهم على كده يا باشا يا باشا يا باشا في ايه طيب؟ خلاص انت يا عسل انت يا ستهان شوفي اللي الظابط بتاعك قبض على هيما ليه؟ بقول لك ايه؟ خلي بالك انت هتروحي في 60 دقيقة لو هيما قال له حاجة يا دي المرار الطافح هو هيما كمان عرف الموضوع هو اكيد قبض عليه عشان حرق المحل وماله هيما بس ومال حرق المحل ولا هو افترى قبل ما جتت وخلاص هو انت عشان رجعتي تكلميه هتتخانقي معانا ولا ايه يا كوريا؟ لا يا ست هايدي لا الواد هيما واد مشجع ما يعملش العمله السودة دي شفتي هو بيقول لك اهو وبعدين ما رجعش اكلمه ولا حاجه انا بس حقناه وبقول الحق هيما ملوش في حرق محلات الحق كلمي الظابط بتاعك قبل ما هفلط معاه كلمه كده ولا كان انت اللي هتشيل الطين انا مالي انت حر كلميه يا ست هايدي غير البر عاجله ايه كل ده مش سامعه سنجتي وانت مش سامعه ليه بقى وقع على ودنك وانت صغيره الله 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 جبتيها منين دي يا بنت واحده زبونه قالتها لي عندي في المحل فعجبتني حلوه صح اه حلو يو ما تصبر الا على البيت هي الدنيا طارت هيما كفره كبداك يا مساء الفل ايه رايح فين احنا هنا لوحدين ما انا عارف يو انا جاي امسي على الست جمالات هاني قصدي هايدي وجاي اقول لها ان كبدكي طلع راجل وما فتحش بقه بنص كلمه مع انه يعرف كتير يعرف كله لا مؤاخذه ميرسي ميرسي بجد يا استاذ يا استاذ ابراهيم انا متشكره من قلبي على ايه شكرا على ايه وكمان اصل الضابط علاء مزودها بصراحه وانا ممكن ازعله بس انا خدت بالي ان في تلطيف مشترك ما بينكم فقلت اسيبه ياكل عيش لا جامد يا ولد امال امال بس خلينا بقى في المفيد الواد سوكا كان معايا وانا بقرا الجورنال وعرف الموضوع انا امنته ما يفتحش بقه بس اصل الواد سوكا ماشي مع البت هاجر ما انت عارفه واللي زي سوكا ده لما يمشي مع واحده بيحكي لها على كل حاجه تاني يوم مصر كلها تعرف انا يا استاذ ابراهيم الصراحه مش عارفه اشكرك ازاي شكرا على ايه بس يا ست هاني والله انا من ساعه ما شفتك وقلت ان انت هاني بيبان بيبان لو انت خبره قوي في الهانم يا واد بقول لك ايه يلا حبيبي عشان تلحق يومك سكتك خاطر يلا لسه العرض ما خلصش عرض يعني ايه في هديه مجانيه ما تخلص كبدكي وتوق اللي في بق هو مش الظابط علاء محتاس وداير يقبض على نص المنطقه ومش عارف مين ورا موضوع المحل اه المعلم سلومه هو اللي زائق العيال سلوكه سلوكه ايه اسمه سلومه حاجه غريبه جدا وانت عرفت ازاي مصادري الخاصه وبقولي للباشا بتاعك كبدكي بيقول لك يا ابو دبوره ونسر وكاب المعلمة مش عاوزة كتاب سلام سلوكة سلوكة ايه هو انت مالك فرحانة قوي كده ليه يو عشان طلع اصيع من ابو دبورة بتاع ايه ده مش معقول الو متصلة بنفسك اقولك انا مش عارف امسك النهاردة عيد الحب كل سنة وانت طيبة وهابي فالنتين وهابي يون اير وحشاني ابو الهجر بطل بكش يا سكه واسمعني كويس الحاجه انتصار محجوزه هنا في المستشفى وفصيله دمها مش لاقيينها في بنك الدم يا نهار ابيض يا ساتر الرب هي فصلتها نفس فصيله دم ابراهيم صاحبك ايوه انا فاكراها كويس قوي من يوم ما جه يعمل العمليه عندنا وكنا مبسوطين جدا ان احنا لقينا فصيله الدم بتاعته طب وبعدين عشان خاطر يا سكه خليه يتبرع لها بالدم الست حالتها خطر قوي مسافه السكه وهجيب داكي يا كبداكي في ايه في ايه يا سوق في احد يصحي حد كده اخفى من وشي بدل ما اعورك وربنا يا عم بقول لك ايه دي حاله انسانيه يا عم حاله انسانيه انا اللي حاله انسانيه يا جدع ست انصار دي ست طيبه وغلبانه وملهاش اي حد وانت هتنجز حياتها انت هتقتل يا سوكا دم ايه اللي هروح اتبرع بيه وانا عند اهلي دم اصلا سيبنا انا سوكا بقول لك ايه ما انت لو ما روحتش ست انصار هتموت انتصار انتصار مين يعني ما تموت ولا تولى عايزه نام ساعتين قبل ما اروح الشغل بقول لك يا صاحبي عشان خاطري الخدمه دي ليا والله العظيم ما هنساها لك قوم بقى كبداك عشان خاطري طب يا سوكا هقوم قال يعني انا لو ما قمتش انت هتسيبني نايم ما انت طالع زنان لامك الله يسامحك انا مش هكلمك الا عشان خاطر ست انتصار انت هتقول لي انا هنام خلاص معلش معلش قومك يلا قوم يا صاحبي يلا كبداكي كبداكي هم دي بنت ست انتصار لسه راجعه من بره مصر هو ده بقى ابراهيم مساء الخير انا مش عارفه اشكر حضرتك ازاي يا استاذ ابراهيم ميرسي بجد تشكرين على ايه ده ست يعني ست انتصار دي غاليه علينا بعدين بقى بعدين الكلام ده يلا يا نجوان يلا يلا يلا, يلا يا سوك يلا يا ابراهيم يلا بسرعه اه يلا يا فاطمه يلا يا فاطمه
ألف سلامة على الست الوالدة. الله يسلمك. نجوان مش كده؟ أيوة. يلا يا فاطمة. بالراحة يا فاطمة، بالراحة. منورة نجوان. نعم، مش عارفة أشكرك إزاي والله يا أستاذ إبراهيم. أصل تعبناك معانا، بس أنت شايف فصيلة دم ماما نادرة جدا، ومش لاقيين حد يتبرع لها خالص. لا ما تقوليش كده أبدا، ربنا يقومها لك بالسلامة. الله يخليك. بس أنت اسمك حلو على فكرة، نجوان. مرسي. هو ده اسمك الحقيقي ولا الدلع؟ اصل الاسم ده مش بيتكرر كتير. لا يا سيدي، ده الاسم الحقيقي. بس انت شكلك كده ما بقالكيش كتير بره مصر. شكل كده ازاي يعني؟ انا مش فاهم. لا انا قصدي يعني بتتكلمي عربي كويس. ايوه، اصل انا ما قعدتش بره مصر كتير. انت تعرفي واحده اسمها هايدا ابو طالب وواحد اسمه مروان ابو عرب؟ ايه؟ هايدا ابو طالب ومروان ابو عرب. انت هتعرفهم منين اصلا؟ اعرفهم منين؟ نهار اسود، اعرفهم منين؟ دول حبايبي. حبايبك؟ او ربنا حبايبي. منوره مصر يا نجوان. بجد انسان جدع يا ابراهيم. اللي انت عملته مع ماما ده مش ممكن اي حد تاني يعمله الا لو كان جواه بني ادم شهم زيك. انا اصلي بحب الناس قوي يا نجوان، بجد والله، اهلي ربوني على كده. عارفه لو دي اخر نقطه دم عندي كنت اديتها للي محتاجها، ان شاء الله اموت. بعد الشر عنك. بس انت ما قلتليش، عرفت هايدي مروان منين؟ ابدا يا ست، انا قاعد في امان الله لقيت ربنا رمى الموضوع ده في حجري، قلت يبقى اكيد له حكم. ازاي؟ مش فاهم. انا هقول لك، انا فجاه لقيت كوريا اللي انا كنت خاطبها بتعرفني على بنت خالتها جمالات. كوريا؟ هو انت خطيبتك اسمها كوريا؟ اللي كانت لا مؤاخذه، لكن انا دلوقتي حر نفسي، لا حد ليه عندي ولا ليه عند حد. طيب وبعدين؟ وبعدين يا ست طلعت جمالات دي هي هايدا ابو طالب وجايه تستخبى عند كوريا، وسمعت ان انت كنت شغاله معاها. اصل انا كنت سكرتيرة بتاعتها. بس خلاص. الموضوع ده انتهى. لا حول الله يا رب، انتهى كل الكلام ده انتهى. بس انت تلاقيكي برضو مامنه نفسك ومحوشه لك قرشين من المرتب وكده اكيد يعني. يا ريت. بس انا يعني لا مؤاخذه مش فاهم، انت ليه رامي امك في مستشفى حكومه كده؟ وكمان مش قادره تجيب لها كيس دم من ب 400 جنيه. هو انت فاكر يا ابراهيم لو انا كان معايا فلوس كنت هستخسر في ماما حاجه؟ انت لسه ما تعرفنيش. ولسه ما تعرفش غلاوه ماما دي عندي قد ايه. انا لو ينفع اصرف عليها فلوس الدنيا دي كلها وما اشوفهاش مرميه كده عمري ما هستخسر. شوف ازاي، انت بنت حلال يا نجوان على فكره، مش كده ربنا هيديك على قد نيتك. يا صباح الفل ابراهيم. انا جبت عنوان البيت من المستشفى، قلت اجي اطمن على الحاجه لحسن من ساعه ما اديت دم للست دي وانا حاسس ان في حاجه بتربطني بيها. اتفضل اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضل. ايه ده؟ ازيكم؟ عاملين ايه؟ عن اذنك بس ثواني هخش اغير هدومي. اتفضلي. عاملين ايه؟ ازيك؟ وانت ازاي؟ مساء الخير يا عمي. ايه ده؟ انت مين؟ انا اللي اتبرعت للحاجه بالدم. انت هتشغلني ولا ايه؟ انت بالله ابدا. جرايه يا ست نجوان، هو كل يوم ذكر داخل وذكر خارج؟ لا، انت تلم هدومك وتمشي من هنا. نهار اسود ومنيل. انا مش شايف منك ابيض ولا اسود. وانت اخويا مش عايزين منك دم. انت تسيب الحاجه اللي في ايدك دي وتمشي من هنا خالص. احنا مش فاتحينها شقه ولا مؤاخذه. يا حاج في بنات صغيره قاعده، انت بتقول ايه؟ معلش يا ابراهيم. يلا. هو مين اللي يلا؟ في ايه بس يا بابا؟ انت تلم حاجاتك وما تورينيش وشك هنا خالص. ما يصحش يا حاج، دي بنتك برضه. اخرس انت. حاضر. سيب الحاجه. ماشي يا بابا، انا هرجع الم هدومي وامشي. لا يا حبيبتي، انا هلم لك حاجتك واحطهم لك على باب الشقه علشان اما تيجي تبقي تاخديهم من بره بره. روحي، جدك داهيه فيك وفي امك. معلش يا ابراهيم يلا. مين ده؟ ابويا. ده مجنون. سيب الحاجه. لا حول ولا قوة إلا بالله، إيه الراجل المجنون ده؟ أنت مستحملاه إزاي يا نجوان؟ الله يكون في عونك يا حبيبتي. والله بس بأمانة ربنا أنا قلت هروح ألاقي بواب وأسانسير وجو من ده، كنتش مفكرك بنت بلد زينا كده. أنت عاوز مني إيه يا إبراهيم؟ أنا قصد كل خير، ربنا. أنا اتقصت وقعت على واد فني أشعة ابن جنية، شغال مع ناس هيجيبوا لك واحد يتبرع بكليته. بس الموضوع هيتكلف بين 70 ل 75,000 جنيه، عشان دي فصيلة نادرة مش منتشرة زي كده. وأنا هجيب المبلغ ده كله منين؟ بس بقى، بس بقى. ما تفوقي بقى نجوان من الجو اللي أنت عايشة فيه ده. وبقول لك إيه؟ أنا عارف الموضوع بتاعك أنت ومروان كله، من طقطق لسلامه عليكم. إيه ده؟
انت وشك اتخطف كده ليه يا ماما؟ ما تقلقيش، ده انا كبداكي يعني راجل وكفاءه وعشرة على عشرة، سرك في بير بترول. بس طلعي يا بنت الحلال الفلوس دي واصرفي على الست الغلبانه اللي بتموت. انت مش فاهم حاجه. لا انا فاهم، انت مكمره الفلوس وخايفه على البوليس يشمها. بس دي امك برضه يا نجوان، امك. مش بقولك انت مش فاهم حاجه. طب يا سيدي عشان اريحك، مروان اتخطف، في ناس خطفوه معرفش هما تبع مين، والفلوس كلها فضلت معاه في اليونان، وانا بقى رجعت مصر بشنطه هدومي وشويه فلوس فك، يعني طلعت من المولد ده كله بلا حمص. اتخطف؟ اتخطف ازاي؟ ايه الفيلم ده؟ معرفش بقى مكانه فين. المهم دلوقتي يا ابراهيم انا عاوزه شغلانه ان شاء الله ب 1000 جنيه في الشهر. شغلانه ايه و1000 ايه؟ انت مجنونه؟ الفلوس اللي معاكي فين؟ يوه انا قفلت الصفحه اللي ورايا دي خلاص. انا خسرت كل حاجه وخايفه على ماما وحاسه ان انا سبب في اللي بيحصل لها ده كله. يعني انت طلعتي من مصر انت ومروان معاكي 50 مليون اخضر وراجعه منفضه. ايوه جاك قوي، انت هبله. اهو ده اللي حصل بقى. بص يا نجوان، انت ما ينفعش تطلعي من المولد ده بلا حمص. امال هنعمل ايه؟ معرفش، سيبيني كده افكر وادعبس واشوف هنعمل ايه. انت جيتي معايا سكه ووقعتي صح مع اللي هيجيب لك الحمص كله او ربنا كله. علاء بيها لقيت ان الست صاحبه. انا سبت البيت وقعدت في بنسيون، وعلى فكره انا لقيت شغلانه سكرتيره في شركه توظيف عماله في الخارج. والله يا نجوان يا خير ما فعلتي، او برضه احسن بالقعده مع ابوكي الاهبل ده. انا اسف بس اصله غريب قوي، ده قال كلام قدام الاطفال ما ينفعش يتقال، ده انا اتكسفت. اخبار الفلوس ايه؟ سيبك انت من حكايه الفلوس، انت شكلك بتحلم. بص بقى يا ابراهيم، تعرفش تلاقي لي بيعه حلوه للتليفون ده؟ عايزه فيه كام؟ ما اعرفش بس مش عاوزه اخسر فيه كتير. يا نهار ابيض، ده رقم من اليونان. رقم من اليونان؟ ومين اللي معاه رقمك في اليونان؟ لا اصل هي، اصل ده مش تليفوني، ده رقم مروان اللي في اليونان. تلاقي حد بيكلمه وعاوزه في حاجه ومش عارف ان التليفون معايا هنا في مصر. ممكن يكون عايز مروان عشان خاطر الفلوس او نطلع منه مصلحه. هو انت ما فيش دماغك غير الفلوس؟ يعني لو حد في اليونان وعاوز مروان في حاجه هنطلع منه مصلحه ازاي واحنا هنا في مصر؟ مش عارف، مش عارف. طب ردي، ردي بس ونشوف بعدين. ردي مين؟ شوفي مين وعايز ايه. ردي ردي يلا، انت ما عندكيش حاجه تخسريها. رد. حاضر. الو مروان، انت بتعمل ايه متخلف انت؟ قالي بقى يا اما عشان تتكيفي دلوقتي، هو اكيد هيكلمك تاني. قولي له الخط قطع، ولو سالك انت فين قولي له انا لسه في اليونان، بس لما خطفوك انا خفت وهربت على اي محافظه بعيد ولا حاجه ومسافه السكه وابقى عنده. ردي. هقول له ان انا في اليونان ليه؟ اتقال ياما على الصبر، اتقال ياما على الصبر عشان افهمك. ردي ردي ردي، انا بفهمك عن كل حاجه بعدين. لا انا لا هرد ولا هقول له ان انا مسافره ولا ان انا في اليونان. نجوان انت مش خسرانه اي حاجه يا ماما، ده ابوكي اللي هو ابوكي شايفك شمال وكرشك. ردي. الو ايوه يا مروان. ايوه يا مروان انا سامعاك. شوفي بقى نجوان، انت بدل عيشه البنسيون والقرف ده تتسافري تعيشي برنسيس احسن، تخليكي جنب مروان وعينك على الفلوس، وانا شويه وبحصلك لما اعمل التاشيره واوضب قرشين. هلعب انا وانت لعبه ونرجع بالفلوس. انا مش مسافره يا ابراهيم، وفلوس ايه اللي احنا هنجيبها؟ وبعدين انا خلاص تعبت ومش قد البهدله دي. شوفي ياما، انت هتطلعي من هنا على المطار وش البطيخه بقت بتاعتك واللعبه مضمونه، ما تشوطيش ليه؟ محدش يقدر يلعب مروان، ده ممكن يوقع اي حد، وبعدين انا بصراحه خايفه منه، مش عاوزه ارجع له برجليا تاني. انت بس سيبيلي نفسك، انت اصلك ما شفتيش لعبي، انا بحب العب مع الحريف، ده انا هلعبه واشمسه واعلي الكوبري والبسه الجول، والجمهور كله هيهتف ويسقف. طب وماما؟ ماما؟ ده ماما دي في عناية. على فكره يا نجوان انا بحب امك دي حب، يعني شوف ربنا عالم، اصلها شبه امي بالظبط، امك دي في عناية ما تقلقيش. بس انا مش عاوزه اسيبها تاني لوحدها. طب تسيبيها وترجعي لها بالاخضر اللي يعمل لها العمليه ام 75,000، ولا تخليكي جنبها وتشوفيها وهي بتموت؟ ما تقولش عليها بتموت بعد الشر. ايدك بس على فلوس الطياره وانا هعمل كل حاجه، واول ما تروحي المروان هناك ابلي فيه باي قصه من بتوعك، وولعي في الباسبور بتاعك ليعرف ان انت سافرتي. اولع في الباسبور بتاعي؟ وايه لازمه ده كله؟ عارفه يا نجوان، واحنا راجعين بالفلوس اوقفك في المطار واقول لك شفتي كبداكي عمل ايه؟ انت عارفه هم سموني كبداكي ليه؟ عشان اي موضوع بخش فيه بسيب الناس تعضعض فيه الاول، واقوم جاي انا مادد ايدي وجايب كبده.
خليكي مع كبداك يا نجوان، وانت عمرك ما هتخسري. اشتري مني. تفتكر اللي انا بعمله صح ده يا ابراهيم؟ صح الا صح، ده صح الصح يا ماما. تعالى ابراهيم. ايه؟ انا مرعوبه من مروان، خصوصا بعد اللي حصل له ده. انا مش عارفه هلاقيه عامل ازاي. قلنا ما تخافيش يا نجوان، انت اهم حاجه بس اول ما توصلي بليفين موضوع ان انت لسه كنت في اليونان. وولعك ام الباسبور عشان ما اعرفش ان انت سافرتي. ها وايه لازمه ده كله؟ لما نرجع ومعانا 50 مليون اخضر هتعرفي ايه لازمته. ماشي يلا يلا اهي، يلا خد، يلا لا اله الا الله محمد رسول الله. خدي بالك من نفسك. ها ماشي. يلا مع السلامه. بقول لك ايه، ما تنسيش الا ها. ماشي. يلا يلا باي باي. باي باي. الف سلام عليك يا حبيبي. انا اول ما رجعت وشفتهم بيخطفوك خفت بصراحه، وحسيت نفسي ان انا تايهه، وخفت لا يخطفوني انا كمان او يعملوا فيا اي حاجه. عشان كده اضطريت اهرب. رحت جريت اخدت القطر وطلعت بره ادينا، وقعدت عند ناس غلابه كده. انا قلت اوفر على قد ما اقدر عشان ما كانش معايا فلوس كتير، وما كنتش عارفه هفضل هربانه لغايه امتى. شفت بقى يا نجوان، انت من غير ما تسويش حاجة. ما انت اغلى حاجة في حياتي. حاولت اكلمك كتير على نمرتي، عشان دي كانت النمرة الوحيدة اللي انا حافظها، بس ما كانتش بتجمع. ما هو بصراحة انا خفت لا يعرفوا مكاني بالتليفون، عشان كده كنت اغلب الوقت قافلاه. عايز اروح الشقة بقى، زهقت من قعدة المستشفى دي. خلاص اهدى، احنا ما نروح. عايز اعرف جسم الكلب ده فين عشان ادفعه الثمن غالي قوي على اللي عمله. انا خلاص هموت وهشوفه قدامي عشان اطلع روحه في ايديا. خلاص بقى انسى جاسم ده وخلينا نشوف حياتنا. كل اللي عملته في حياتي ده كوم، واللي هعمله في جسم ده كوم تاني. هخليه يتمنى الموت بدل المرة ألف. هشوفه بس، هشوفه. بالراحة بالراحة. والله بالراحة هو طيب. ثواني ثواني، احنا خلصنا كده خلاص. يلا معلش يا حبيبي استحمل شوية بس. خلاصي يلا. ايه اهو خلصنا بس. يلا انا ما سالتش نفسك يا نجوان، انا ليه متمسك بيك لغايه دلوقتي وانا مسافر خدتك معايا؟ ولو كنت سبتك ما كنتش اخسر اي حاجه. طب ليه؟ عشان فيكي ميزات كتيره قوي، ميزات الراجل الصاحب بس ست، وكل ميزات الزوجة بس من غير مسؤولية، وتعرفي تبقي مديرة أعمال شاطرة قوي، تعملي أي حاجة في أي حاجة من غير ما تعترضي. يبقى راجل غبي اللي يسيب واحدة زيك. بس على فكرة في ميزة مهمة جدا أنت نسيت تقولها. إيه؟ إن أنا بحبك جدا، وبعدين أنا بحبك أكتر من عادي واكتر من اي ست انت عرفتها قبل كده. انت بتحب نفسك وبتحب الفلوس اكتر من اي حد في الدنيا. دي حقيقه، ما تبصليش كده. وشخصيتك دي ما تعرفش تعيشها الا مع حد زيي. اما موضوع بتحبيني ده فوسعت منك شويه. والله العظيم يا حبيبي انا بحبك بجد، وبعدين انت لو طلبت مني ان احنا نتجوز دلوقتي انا حاسب العالم ده كله عشانك، وهعيش خدامه تحت رجليك. ما انت عايش، وكل ده حاصل من غير جواز ولا نيله. الله، ولا هو هم وخلاص. انا جوال حبيبه قلبي، صدقني كنت لسه بفكر فيكي وربنا وحشاني. وانت كمان وحشتني قوي. طب انت بتروح لماما بتطمن عليها؟ طبعا، ده انا بروح لها كل يوم يا نجوان، ضمك دي زي امي بالظبط.
طب انت عامل ايه وهتيجي امتى؟ انا عامل الصح، قدمت على فيزا وقاعد بدبر في الارشينات، بس انت عارفه بقى الدنيا صعبه، طالبين رصيد بنك وجواب من الشغل وحاجات كتيره كده، بس انا شغال ما تقلقيش يعني. ياه انت شكلك كده هتتاخر، والنبي يا ابراهيم حاول تعمل الحاجات دي كلها بسرعه. لا عيب عليك، انا موصي واحد شغال في شركه بترول هيجيب لي جواب ان انا شغال في الشركه، والفلوس دي اهو بجمع حته من هنا على حته من هنا، ما تقلقيش انت بس شويه وهتلاقيني قدامك. طب والنبي يا ابراهيم بسرعه، عشان انا بقيت خايفه من مروان بعد اللي جاسم عمله فيه، ما بقاش طبيعي خالص، وانا خايفه لا يتهور ويعمل حاجه ويورطني معاه في اسرع وقت. والنعم بس انت عالي كده. نجوان نجوان اوعى تشككيه في اي حاجه، عشان لما اجي الشغل يبقى على نظافه. سنون ايه ايه هو ايه 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 قدامي سكه سفر طويله وهغيب عن مصر كتير. طب اخوي سافر بالسلام. الله يسلمك. مش هنطلع بقى الشقه ونعمل الوداع الاخير؟ ها شقه ايه يا حبيبي وزفت ايه؟ انت فاكرني ايه، الفرده اللي استبن ولا الحرمه الملكي بتاعتك وقت ما يهفك الشوق يا حبيبي؟ فوق يا كبداكي، نوال بتاع الزمان دي ماتت واتدفنت في بطن البقرة يا حبيبي. أنا هنا ستك نوال اللي ما تقدرش ترفع عينك فيها، فهمت؟ في ايه؟ في ايه يا ابراهيم؟ مفيش حاجة. شيلوه من قدامي. شيلوه مين؟ مين ده؟ طاعون. لا طاعون ايه؟ استنى بس. نفس طاعون شيل عضلاتي يا قدرة. ده اتهطلت. أنا حذرتك يا هيبة. اتهطلت ولا استنى بس ده اتهطلت. اللي عملت لي فيها لورنس انت اتهطلت يا بت ولا ايه؟ هتوحشني قوي يا صاحبي، انا مش عارف من غيرك هعمل ايه. خلي بالك من نفسك يا كبداكي، عشان خاطرك كبداكي وتغطى كده بس بقى. وانا طالع ليبيا اشتغل؟ ده انا طالع اليونان شويه وراجع سوكا. فيه ايه يا كبداكي؟ انا ماليش الا انت، ده انت اخويا وابويا وكل حاجه ليا. انت واد مالك بقيت سايح كده ليه من ساعه ما البت دي سابتها؟ ما تفوق كده يا سوكا، شوف شغلك ده. لو كانت ضربه مطوه كانت خفت، ده انتوا بقالكوا اسبوعين. بقول لك ايه، امسك يا سوكا، دول 20,000 تدي 10 لامك و10 لكوريا، وتقول لهم ان كبداكي جاب لكم فلوس البيت اللي كان هياكله عليكم سلوم، وقول لهم ان كبداكي جدع يا سوكا. انت اجدع صاحب في الدنيا، بس فيك شويه عيوب، بس احلى حاجه فيك ان قلبك ابيض. يلا هتوحشنا يا صاحبي. وانت كمان. لا اله الا الله محمد رسول الله. خلي بالك من نفسك. بس بقى سلامك كبداكي، خلي بالك من نفسك يا صاحبي. صباح الفل، مع السلامة يا مصر. بص بقى يا ابراهيم، انا قلت له نازله عشان اطلع الباسبور. يبقى لازما يا نجوان ترجعي له بورق باسبور عشان نبقى مثبتينه صح. ماشي، بس عارف يا ابراهيم لو مروان قتل جاسم انا كده ممكن اروح في داهيه، واستحاله اقعد مع واحد قاتل في نفس المكان. على فكره يا نجوان انا بحب مبادئك قوي، او ربنا، ومعجب بمبادئك دي جدا، يعني تقعدي مع واحد مقلب 50 مليون عادي، لكن قاتل لا. برافو عليك يا بنت. ابراهيم انت ناوي تعمل ايه يا ابراهيم؟ خير بعون الله، انت بس اهم حاجه وانت نازله تبعتي لي رساله بخط سيرهم، ولازما لازما يا نجوان تبقى في الشنطه بتاعتك ورقه فيها العنوان بتاعكم، حاجه بقى شوفي وصل، ورقه توصيل، اي حاجه من الحاجات دي. عنوان؟ ليه؟ مالكيش فيه، نفذي الاول وهتفهمي في قدامي. ما انت لازم تفهمني انت ناوي على ايه؟ ولا انت ماشيني كده وراك وخلاص؟ ما تعملي يا نجوان اللي بقول لك عليه، هتخسري اكتر من اللي خسرتيه، خليكي معايا وانت مش هتندمي. ماشي اما نشوف. قولي يا ابراهيم ماما عامله ايه؟ والنبي ماما مين؟ ماما يا ابراهيم في ايه؟ اه ماما دي بقت زي الفل، او ربنا بقت زي الفل، دي بتدعي لك. على فكره نجوان انا بحب الست دي شبه امي، وانا بحبها جدا جدا ومتعلق بيها عشان كده، ومتعلق بيك انت كمان. يعني والنبي اخر مره شفتها كانت كويسه؟ طبعا كويسه. ده كانت هتروح الجيم وجبتها بالعافيه. او ربنا، انت اهم حاجه بس دلوقتي تروحي تلحقي مروان عشان ما يشكش في حاجه، وما تنسيش اللي قلت لك عليه. ماشي ماشي، يلا حبيبي، يلا سلام. مع السلامه. مع السلامه. استعان على الشقة بالله. مروان كفاية ماشي بقى، ما تيجي تقعد عشان تريح يا حبيبي. لا لا مش كتير عشان تخش، زمان لما كنا بنلعب كورة لما حد رجله بتتلوي ولا تتجزع كنا نقول له شد عليها عشان تخف بسرعة. أيوة بس بالراحة يعني مش كده. شنطتي. بالراحة، بعد شر عليك يا حبيبي، معلش معلش فاتك. خلاص خلاص طيب، هات ايدك. يلا 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 حبيبي بالراحة كده. ايوه بسم الله. هو انت مستني حد؟ لا، خش انت نام انا هشوف مين. خش. طيب
Who are you? إبراهيم كبداكي من مصر القديمة وشنطة الهانم زي ما هي مش ناقصة دبوس إبر. أنت بقى ترى سرقت الشنطة من الهانم والبوليس جري وراك عشان تجيبها مش ناقصة دبوس إبرة؟ لا أصلا أنا كنت مفكركم خواجات بس لما فتحت الشنطة ولقيتكم مصريين قلت لازم أرجعها. عرفت العنوان إزاي؟ لقيت الوصل ده في الشنطة وفي العنوان. كبداكي ما يقعدش في بلدياته في الغربة أبدا. لكن عادي يعني كبداكي يتسعر بقى في مصر. يا باشا في مصر العيشة ضيقة، لو ما عضتش في اللي جنبك هيدوسك، بس أنا هنا جاياك مش جاي أعض. ماشي يا كبداكي. هاي خد يا كبداكي، أدي القرش اللي كنت هتاخده في الحرام، هتاخده في الحلال أهو. لا يا باشا، حد الله ما بيني وما بين الحلال، أنا مش عاوز فلوس. ما أنا عايز إيه؟ أنا عاوز أشتغل معاك. تشتغل إيه؟ يا باشا انا عاوزك تعتبرني زي اخوك الصغير بالظبط. انا تعبت في الغربه دي قوي وشفت الموت بعيني من ساعه ما جيت لا عارف الفو في شغلانه ولا عارف اطلع باي مصلحه. انا اساسا يا باشا طباخ مش حرام، ومعملتش الموضوع ده غير مرتين. المره التانيه طلعتوا مصريين، قلت انا وقعت بالسما وانتوا استلقيتوني. لو تشوفني اي شغلانه معاك يا باشا ان شاء الله امسح لك الشقه دي. وبتفهم في ايه تاني غير الطبخ يا كبداكي؟ اي حاجه، شوف اي حاجه. أفضل مستني سعادتك تحت البيت 24 ساعة، لو عوزتني في أي حاجة خدامك 100 سنة. بقول لك يا باشا؟ أنا بقالي يومين ما أكلتش وجعان قوي، ما عندكش أي حاجة تتاكل؟ يعني لو شوية جبنة براميلي كده، شوية طرشي. خش. الله يكرمك. أنت حكايتك حكاية. يا رب يا ساتر. يا نجوان. أيوه أنا هاني. مبروك الشنطة. الله يبارك فيك. كبداكي اللي سرقها منك. نجوانا قربتي. شكرا. كبداكي جعان عايز حته جبنه برميلي او ترش كده في قتينا. خش 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 اقعد. انت ازاي تدخل واحد حرامي زي كده وتقعده هنا؟ ما تقلقيش يا حبيبتي، ده عيل غلبان. طب يا سيدي ما كنت تديله فلوس ويروح ياكل بره، انت بتدخله شقتنا ليه؟ ما تهدي بقى، في ايه؟ الله، من الاخر محتاجه. محتاجه؟ اه، انا عندي من النوادي في مصر كتير كانوا بيخلصوا لي حاجات، والواد ده واقع عليا من السما وشكله كده عيل جدع ومخلصاتي. حرامي وجدع على اساس ان احنا ايه؟ ها ولا نسيت يا روحي؟ برايه ورا العنب، ما تهدي كده. ها ده شغل. ماشي. بقولك يا كبداكي، قمر يا باشا. انت منين في مصر القديمة؟ من بطن البقرة. ها اسمع عنها بس ما رحتهاش. شكلك كده عيل جدع ولابط. ابدا والله يا باشا، بس اللي بيزعلني بزعل امه. عمركش شكيت حد؟ شكيت حد ازاي يا باشا؟ لماما جرايه روح امك، انت هتحور عليا؟ انت مش من بطن البقره وانا من الوراق، ما يغركش السلسله والانسيال. لا انا اخري 10 ورث وروحه تفضل في كتته. ما نفسكش تترقى تساعد عزرائيل؟ انا مش فاهم سعادتك يا باشا. عد عليا كمان يومين وانا افهمك. خلص اكلك. لا انا شبعت، يدوم العز. امسك دي صوره الشيخ جاسم اللي احنا عايزين نصفره. خد ايه ده يا باشا؟ ده مسدس. اما المطوه هنصفره بيها روح امك. ودي ورقه فيها كل تحركات، بياكل فين، بيشرب فين، الحتت اللي يحب يقعد فيها، ودي جردات بتسيبه امتى، كل حاجه. عارف يا ابراهيم؟ الامتحان ده امتحان صعب، لو عديته ان
في عز عمرك ما شفت. بص يا باشا، انا طول عمري بكره الامتحانات دي كره العمل، بس نجرب مش خسرانين حاجه. بص يا ابراهيم، اي لعبه فيها كسبان وخسران، والراجل ده لو ما ماتش او اي حد في الدنيا عارف ان انا ورا الموضوع ده، انت اللي هتبقى خسران. عارف خسران ايه؟ رقبتك. أنا كده أحلى. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. يلا شوف وشك على خير. لا لا لا، استنى يا أستاذ، أنت بتقتلني ليش؟ ومين اللي بعرفك؟ وكم عطاك؟ أنا مستعد أتنازلك عن كل ثروتي، بس خلني أعيش الله يخليك. كل ثروة؟ إيه يا عم الأفلام القديمة؟ كل أنت هتتنازل لي عن كل ثروة؟ أنت شايف نهبل ولا داقي عصافير؟ ده أنا أول ما أسيبك هتخلع. لا لا، أنا من إيدك هذه لإيدك هذه، صدقني أنا تحت أمرك باللي تطلبه. أنا مستعد أحقق لك كل أحلامك، بس الله يخليك شيل البتاعة دي. تعرف أنا نفسي في إيه؟ أمرني. في إزازة بيرة ساعة. بس ده 100 صندوق إزازة بيرة تجي لك دلوقتي. ماشي يا عم. أنا قايل المصريين ما شاء الله أجدع ناس وأحسن ناس في الدنيا. طب مصر يا عم، أم الدنيا. أنت عارف سموه أم الدنيا ليه؟ لا والله ما أعرف. وحياتك ولا أنا. يلا اطلع بينا. حاضر. اطلع شيخ العرب. حاضر حاضر. يلا حاضر، تحت أمرك. ايه العربية الحلوة؟ ياك يا هيمة، أهلا أهلا يا كبداكي. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. اسمع يا هيمة، أمر يا شيخ العرب. الأمر لله. أنا ما أحب البودي جاردات والحماية والحراسة. لا لا لا، تفضل تفضل تفضل. أنا إنسان بسيط وأحب البساطة، حياك. لكن إذا بغيت أصير مافيا وقت ما أبي أصير مافيا. والله عداك العيب يا شيخ العرب. إنزين قول لي أنت شو اللي تبي مني؟ بص أنا مروان ما قرانيش كويس. كبداكي ما يقتلش، كبداكي يعلم على حد، ها يقلب حد في مصلحة، لكن يزهق روح ماليش فيه يابا. وبعدين؟ وبعدين انا مداينك بروحك اللي ما قطفتهاش دي، وده يسمح لي ان انا ارزل عليك واطلب منك اي حاجه، صح يا شيخ العرب؟ قول لي شو اللي تبيه؟ اشتري مني. اشتري. ايه ده؟ مروان بيه فين؟ What do you want؟ مروان بيه، مروان بيه فين؟ I don't understand. What do you want؟ Who are you؟ نعم يا اختي. What do you want؟ انتوا مين؟ مروان بيه فين؟ شوف لي مروان بيه فين. Go out or I'll call the police. انا مش فاهم من امك حاجه. This is my home and this is my wife. بس طب شوف لي مروان. Go go go. انا شكل مروان لبستني مجسم عشان اقتله ويخلع ولا ايه؟ كده يا مروان، هما دول المصريين في الغربه؟ ماشي عشان ما تصعبش عليا. اوكي جو جو. خلاص جو جو. اديك في وش امك خلاص. ازاي تبعت لي رساله يا ابراهيم على الموبايل بتاعي؟ افرض بقى مروان شافها كان زمان وقتني. طب ومش من الاصول برضه ان انت كنت تبعتي لي تقولي لي انت رحتوا فين وعزلتوا فين؟ اقول لك ازاي بس اذا كان هو معزل بسببك انت اصلا. بسبب انا؟ بيعزل بسببي ليه؟ ايوه يا ابراهيم، ما هو لما بعتك عشان تقتل جاسم خايف، قال لك ممكن ما يعرفش يقتله، او ممكن مثلا رجالته يخطفوك وتقول لهم على المكان بتاعك. وبعدين خلي بالك هو كان عايزك بس عشان تخلص الموضوع ده. انسى بقى قصص ان هو هيشغلك وكل الكلام ده مفيش. يا ابن الكلب ده طلع واطي بقى بجد. امال انت فاكر ايه؟ بص يا ابني، لو انت متخيل ان مروان عبيط او ممكن تلعب معاه بالساهل، يبقى معلش بقى سوري، انت بقى اللي عبيط. وانا بصراحه بقول انه سيبنا من كل القصص دي ونرجع مصر بقى وخلاص. مصر مين اللي هرجعها؟ انا لو رجعت مصر يا هتقتل يا هتحبس، انا قتيل هنا ياما. طب ما تقولي ايه خطتك عشان اعرف انا هساعدك في ايه بالظبط، ولا انت هتوديني بقى في داهيه بقى وخلاص؟ انا اقدر اوديك في داهيه؟ ده انا عندي حته خطه هتطلع من نفوخ ام. تعرفي يا كوري، دي مش اول مره اجي المنال. كل مره بجيها احس استكشف اكتر من المره اللي قبلها. ايوه
المرة دي مؤاخذة معلش ولا ليا نفس اعمل فيها اي حاجة. ليه كفالة الشهر؟ تعرفي انا نفسي استكشف مين بجد؟ العلم عند الله. نفسي استكشفك انت يا كوريا. انا؟ ايوه انت. ليه تستكشف فيها ايه بعون الله كده؟ انت طلعتي بنت حلوة قوي يا كوريا، بس للأسف الظروف اللي انت نشأتي فيها مخلياكي مختلفة خالص عن البنات اللي في سنك. خلي بالك كده. الله يكرمك. ده انا الحلوة ولا بتاع، ده حتى الحلوة بيجزع. بقول لك ايه؟ سيبك اخويا من الكلام اللي هو بيودي ولا بيجيب ده، وخلينا في اللي احنا فيه. دلوقتي احنا اما نوقع اللي اسمه مروان ده، هنسيب الولاية اللي اسمها ليلى اللي حبستني دي كده وتروح وخلاص؟ يا كوريا اللي حبسك مروان، يعني انت عايزة تنتقمي من مروان، ليلى دي ملهاش لازمة، دي مجرد آلة بتنفذ. دي واحدة بصورتها كده. ماشي. أيوة عماد. ايه ده ايه ده؟ ايه السرعة دي؟ برافو عليك يا عماد. طب اسمع عماد، أنا عايز أعرف عنواننا جوان دلوقتي. خلي اللي بيراقب ابراهيم يمشي ورا نجوان ويعرف عنوانها، وكلمني في التليفون على طول وقول لي بليز. طب يا عماد يلا سلام. كان عندك حق لما قلت لي لو عايز تعرف نجوان فين خليك ورا كبداكي. انت عارفه الاستاذ قاعد مع مين دلوقتي؟ مين؟ مع نجوان. ابراهيم قاعد مع نجوان يا كوريا. قاعد مع نجوان المعفن؟ انت طب انت رايح فين؟ استنى خدني معاك. مش انت واحنا في مصر قلت لي ان مروان ده التوت فروت وانه ناصب على اليونان كلها؟ جاسم وبتاع الاجانس واسمه ايه ده بتاع المجوهرات. ايوه يا ابراهيم. انا بقى هوقعه في شر اعمالي، هخش له تحت باطه وابقى دراعه اليمين واسلمه للناس دي تسليم مفتاح، ياخدوا اللي هم عاوزينه وباقي الليله بقى بتاعنا. طب وانت هتطلع منه الفلوس دي كلها ازاي؟ الناس دي قادره يا نجوان، ومادام جاسم عرف يطلع منه 5 مليون يبقى هيطلع 50. ولعلمك بقى جاسم قال لي طالما ان هو عارف ان مروان بعتني عشان اقتله يبقى مروان حكم على نفسه بالاعدام، وهو مستني مني اشاره واحده عشان يخلص عليه، بس انا قلت له بشرط قبل ما تخلص عليه فلوس مروان كلها تتحول لحسابي. حسابك انت؟ انا قصدي حسابنا احنا الاثنين، وانا هبيعك يا نوجة. انت اهم حاجه بس تبقى تديني عنوان الشقه بتاعتهم. بص بقى يا ابراهيم، انا مش هديك العنوان لغايه ما اتاكد ان مروان مش شاكك في حاجه، احسن هنروح في داهيه كده. هي بقت كده يا نوجة؟ اه يا ابراهيم، ويا ريت ما تتصلش بيا تاني ولا تبعت لي اي اس ام اس لغايه ما انا اكلمك. خلاص يلا سلام، عشان انا لازم امشي دلوقتي. مع السلامه يا اختي. وبعدين يا هيمو. الواد اللي بعته يقتل الشيخ جاسم لغايه دلوقتي ما ردش عليا ومش عارف اوصله. ما هو يا خبر بفلوس بكره ببلاش. عندك حق، بس انا زهقت، ما تيجي نسافر. نسافر؟ نسافر نروح فين؟ اي حته، نروح لندن، مكسيك، اي حته ما فيهاش تسليم مطلوبين. اهو نسافر من اليونان ونكسر حاله الملل اللي احنا فيها دي. ايوه بس ده مش خطر؟ يعني هو ريسكي شويه، لو الطياره عطلت في اي بلد ونزلنا فيها الانتربول هيقبض عليا، بس عادي يعني مغامره حلوه. ايه يا مروان؟ ايه اللي عادي مغامره حلوه؟ معقوله؟
ومن جهة المغامرة حلوة، المغامرة حلوة مفيش كلام. مش عارف ليه أنا سقعت أوي، تكييفي عالي أوي، وعايز أروح أجيب الجاكيت من العربية بس مش هقدر عشان رجلي شد عليا. طب ما تخلي أي حد من هنا يروح يجيب لك الجاكيت من العربية. لا ما مش هينفع عشان العربية فيها فلوس. طب خلاص أنا هقوم أجيب لك الجاكيت. لا يا حبيبتي خليكي، لا لا خليكي، مش مهم مش مهم خلاص. لا يا حبيبي تعبك، راحة في إيه؟ يلا ثواني وكيلة. شكرا يا حبيبي شكرا. لا خلي بالك من نفسك. ها اكسكيوز مي بليز. هو شي شي از ميلياردير فروم برازيل. اوكي ثانك يو. يلا على معلك انا معك يا تفضلي. مش بقول لك المغامره حلوه؟ مروان هتعمل ايه؟ انت امير الانجليزي بتاعك كويس ولا تعليم مجاني زينا كده؟ لا الانجليزي بتاعنا باهي برشا. ايه؟ باهي برشا. انا هتبقى مشكلتي معاك في العربي على فكره. بقول لك ايه يا امير، المشوار اللي احنا رايحينه ده كله قلق، فعايزين شغل نضيف، حاجات انيسه يا بيت دي. ها انا الشيخ جاسم شكر لي فيك فما تصغرهوش. اوكي مشيت معاك. ايه مشيت معاك. نهار اسود ومنيل. تعالى يا امير. يا رب يا ساتر. سلام عليكم. انت هتفضل باصص لي كده ولا ايه؟ ما تشوف لنا مستر اندرو فين؟ وريز مستر اندرو. لا يا شيخ ما فهمتش انا، تعالى. صباح الفل، قول له صباح الفل. جود ايفنينج مستر اندرو. جود ايفنينج سير. قول له ابراهيم كبداكي، يعني زي كنتاكي كده عندهم، شاب مصري جدع. هيز نيم ابراهيم كبداكي، سيم لايك مستر كنتاكي. ايجيبشن جود مان. هاو كان اي هيلب يو؟ شنو تحب منه؟ تصدق انا فاهم الانجليزي بتاعه اكتر من التركي بتاعك ده. بقول لك ايه، قول له ان هو اللي عاوزنا وانه كمان هيطلع بمصلحه عسل. We come to help you and we have something for you. For me؟ خلاص فهمتها فهمتها. قول له كمان مش انت مروان ابو عرب لما مؤاخذه علم عليك في الماظه وطلع منك 1.5 مليون يورو؟ مروان ابو عرب cheated you and took from you 1.5 مليون يورو. That's correct. How did you know؟ قول له ان كبداك يعرف الكفته لمؤاخذه. الكفته؟ يا امير الكفت يا امير في ايه؟ قول له ان كبداك يعرف الكفت وانه راجل وجدع و100 100. He knows everything. خلاص كده؟ نعم. قول له كمان ان انا هرجع له فلوسه كلها. He will return all your money. How؟ فهمت. بس قول له ان انا مش هرجع له فلوسه لله وللوطن، واكد على لله وللوطن دي. It's not free. انت بتخنصر في الترجمه ولا ايه؟ ها؟ في ايه؟ هي كده الجمله؟ نعم. I can pay him percentage. يعطيك نسبة. لا قول له ان انا مش عاوز فلوس. He doesn't want money. وانه هياخد كل فلوسه متأستكين. متأستكين؟ ابعت اجيب مترجم بيني وبينك يترجم لنا ولا اعمل ايه في الليله السودة دي؟ ترجم. We will return all your money. So what he want for that؟ شنو تحب منه؟ قول له مقابل خدمه هبقول له عليها بعدين. He need a service from you. ومش هقول له عليها دلوقتي، بعدين. He will tell you about it later. No problem, but the service must be legal. تكون قانونيه. لا قانونية لا. بص بقى في دي وانت بتترجم له، ها برق له برق له كده وقول له ان كبداكي مالوش في الشمال وانه راجل زي البرلانت. برلانت. يلا يا امير يلا يلا. الو ايه بقى اللي انت كنت عايزه تقوليه وخايفه تقولهولي؟
خلاص بقى يا مروان سيبني. طب ما انا اقول لك لوحدي. ماشي. انا مش فاهم ازاي سمعت كلامك وما جبتش البودي جاردات. اديكي شايله الحاجه وسنداني لغايه العربيه. بصراحه كده انا مش طايقاه وخايفه منهم. وبعدين ايه لازمته البودي جاردات؟ ما احنا ماشيين اهو في الشارع وزي الفل مفيش اي حاجه. يعني ايه مفيش حاجه؟ يا نجوان احنا وضعنا دلوقتي مش زي الاول. احنا عندنا فلوس كتير والعين علينا. وبعدين البودي جاردات دول ايمج وانا داخل على مشروع كبير لازم يبقى موجود الايمج ده. مشروع ايه؟ يعني معقول يا باشا تشيلوا بنفسكوا وكبدكي في اليونان؟ لا ده كده ما ينفعش حبيبي يا باشا. يخرب بيتك يا كبداك. انت عرفت منين يا ان احنا هنا؟ انا بحس بيك يا باشا. اول ما بحس ان انت عاوز كبداكي قلبي بيدق كده واظهر لك من اي حته. ماشي يا كبداك. حبيبي يا باشا. انا رحت للراجل اللي انت بعتني ليه، لقيته طالع على المطار ومسافر. شوف بقى لو عايز اسافر وراه او تديني اختبار تاني اللي انت عاوزه. بس انا شغال معاك يعني شغال. هتشتغل ايه بقى؟ اي حاجه يا باشا. شوف اللي انت عاوزه. انا بعرف اطبخ، بعرف اسوق. طيب. يعني طيب. اللي طيب. انت عاوزه. طيب خلاص هتشتغل معايا بجد يا باشا. والنعمه. حبيبي حبيبي يا باشا. بس يا بس هتشغلني ايه؟ هقول لك شغالك معايا سواق بجد. يا باشا انا عايزك تطمن. انت طول ما انت معاك كبداكي انا عايزك تطمن على الاخر. لا مطمن حبيبي يا باشا. دم يا. يلا بينا. اوعى وسع يا. الحمد لله على سلامتك يا حبيبي. الله يسلمك. ايه ده اللي مصحيك لغايه دلوقتي؟ مش جايين النوم. طيب انا هخش انام بقى. تصبح على خير. لا استنى مروان، انا عاوز اسالك انت كنت فين؟ انا معاك. الله ها ادي قعد. ايه في ايه؟ كنت عاوز اقولك ان انا حامل. ايوه انا حامل منك. في ايه يا مروان؟ هو انت سكت كده ليه؟ انت زعلت؟ انت زعلت؟ لا زعلت ايه؟ ولي زعل؟ اصلا انا فرحانه قوي. عارف يا مروان نفسي اطلع اتمشى معاك واتشعلق فيك كده واقول للدنيا دي كلها ان انا خلاص بقى عندي بيبي من حبيب قلبي مروان اللي سبت كل الدنيا عشان وجريت وراه لغايه هنا. بعدين اتمنى يا رب ان هو يكون ولد ويطلع شبهك في كل حاجه، في ملامحك وفي شعرك وفي طولك وفي عينيك الحلوه دي. بس اهم حاجه يكون ذكي عشان انت اذكى راجل انا شفته في الدنيا. وده اللي مخليني ان انا عايشه مطمنه معاك، لان انت كل ما تيجي تعمل حاجه تحسبها كويس قوي. مروان انا نفسي يطلع صوته زي صوتك عشان انت صوتك دافي وكل ما بسمعه بحس ان هو بيحضني كده. مروان مالك؟ لا مفيش يا حبيبتي. اصل لما كنت في الشغل كنت حاسس بشويه صداع وكده، فواضح ان ده من قله النوم. ف يعني لو ريحت شويه هبقى كويس. ألف مبروك يا حمد. ألف مبروك. الله يبارك فيك. يلا خلي بالك. يا باشا طب وكتاب الله الجندفلي والقعدة دي فكروني بأبو قير، كأني في اسكندرية بالظبط. ومين سمع؟ أبو قير وسيدي جابر ومحطة الرمل كمانشية وبحري. الله ده انت لففها بقى يا باشا. امال ايه يا ابني؟ انا من الوراق يعني ما هبطش على اي حته لما اعرف مداخلها ومخارجها واكلها وشربها. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. يا عارف يا ابراهيم انت بيعجبني فيك انك مش عيل بلط، عيل خفيف كده وبتحب التنطيط. بتفكرني بنفسي ياما كنت بتنطط برضه والدنيا بتخبط فيا واخبط فيها. طب وربنا المعبود دي شهادة ووسام على صدري يا باشا. والله ده شرف ليا. التنطيط حلو بس مش كل حاجة. لازم يبقى عندك ده شغال. التنطيط يجيب فلوس بس لو في ده
تجيب ملايين. اللهم صل على النبي. طب وربنا، انا قاعد بتعلم منك دروس كده ببلاش، او ربنا يا باشا. عشان كده انت لو عندك مخ ما تلعبش معايا. ازاي يا باشا يعني لا مؤاخذه؟ يعني ما تعملش عليا الحبتين اللي انت بتعملهم مع العيال بتوع بطن البقر. بطن البقر ايه يا باشا؟ ده انا بتاعك منحوت على دراعي. اقطعه. لو دراعي كده تقطعه. هو في ايه يا باشا؟ جاسم في اليونان. يعني ما سافرش زي ما انت قلت لي. طب والنعمه دي على عيني يا باشا، كان مسافر. يمكن رجع دلوقتي ولا حاجه، بس وربنا كان مسافر وقتها. ثلاث ايام. رقبته. رقبتك. امين. هو ليه الحين مصمم على قتلي؟ شوف يا هيما، اكو ناس تحفر قبرها بايدها، ومروان من النوع هذا، لكن انت كبرت، كبرت بنظري وايد. الله يكرمك يا شيخ جاسم، انا بس فاضل لي تك على مروان واوصل للي انا عاوزه، بعد كده بتاعك. بس انت ما قلت لي، ايش تشتغل في مصر؟ حاوي. حاوي؟ بسحر القرش عشان اوقعه، بس بيني وبينك انا جايب المهموس بتاع مروان ده من فيلم اجنبي، شفته 12 مرة في السينما. حسافة، حسافة اني ما تعرفت عليك بمصر، كان شقلتك عندي وخليتك ذراع اليمين. ايه ده؟ انت عندك شغل في مصر يا شيخ جاسم؟ اوه، عندي شركات، عندي مصانع، عندي مصانع للألبسة الجاهزة، عندي مصنع للألبان، عندي مصنع للأثاث المنزلي. أنا أصلاً يا هيمة أقيم في مصر أكثر من أي دولة في العالم. اللهم صل على النبي، ربنا يزيد ويبارك. بس معلش، مش مكتوبة لك بقى بدراعك اليمين، بس إن شاء الله لما أرجع مصر بالفلوس هشاركك، ما تقلقش. بس ها، أحذرك شديد الحذر من هذه اللي اسمها نجوان. هذه عقرب تقرصك وتخليك جثة هامدة علشان تروح حق غيرك. لا ما تقلقش، ما تخافش على كبدكي من حرمة أبدا. أصل أنا واخد فيهم الذهبية. عجبتك يا شيخ جاسم؟ أوي. وده عجبته في إيه؟ مروان، عارف يا حبيبي؟ أنا سألت كده واتقصت وعرفت إنه البيبي ده ممكن نسجله باسمي واسمك من غير ما نتجوز. بعدين خلاص يا حبيبي، إحنا مش محتاجين الجواز. أنا صحيح كنت عاوزة إن إحنا نتجوز عشان يبقى في حاجة تجمعنا ما بين بعض، بس البيبي الحقيقي ده هيبقى أحسن حاجة تجمعنا. وبعدين أنا نفسي إن إحنا ندخله مدارس هنا، أكيد يعني التعليم هنا أحسن من مصر بكتير. ولما يكبر هعلمه السباحة عشان أنت بتحب السباحة. بعدين معرفش، نفسي إن هو يطلع طيار عشان يقعد يطير بينا من بلد لبلد. وكمان عايزة أعلمه تمثيل عشان أنت بتحب الأفلام الأكشن وكده. يا ترى بقى فكرت تسميه إيه؟ حبيبي مش مهم، الاسم اللي انت هتختاره انا موافقة عليه. ماشي يا حبيبتي. انتي رحت للدكتور قبل كده؟ لا يا حبيبي. طب ازاي؟ انت مش لازم تروحي للدكتور عشان خاطر تطمني على نفسك وتطمني على البيبي؟ انا هحجز لك عند الدكتور وانا وانت نروح له سوا. بجد يا مروان؟ يا حبيبي. يا رب يخليك لي يا حبيبي وما تحرمش منك. يا ابراهيم. أنا جايباك عشان أقول لك تنسى أي كلام إحنا اتكلمنا فيه قبل كده، أنت لا تعرفني ولا أنا أعرفك. الله 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 الله، يا نوجة سكة المطبات الجديدة دي. ما هو خلاص، أنا ومروان ما بقاش ينفع إن إحنا نبعد عن بعض، أنت بقى اللي لازم تبعد عننا، وتشيل كل الهبل بقى اللي في دماغك. هبل إيه ونيلة إيه؟ أنت اللي هبلة، عاوزاني أنزل مصر وأسيب 50 مليون؟ استهدي بالله كده يا نجوان وصلى على النبي، وما تبوظيش الدنيا عشان خاطر واعدة نفسك بعيل ابن حرام. أنت مالك أنت؟ حياتي وأنا حرة فيها الله. أنت هتزعقي لي في اليونان كده؟ بص يا إبراهيم. انت لو ما بعدتش عن طريقي انا ومروان هخليه ينسفك من على وش الارض. انت بقى ما تعرفش مروان لما يغدر. لا وعلى ايه؟ الطيب احسن يا نوبة، بس انا ما ينفعش ارجع مصر. انا لو نزلت مصر سلومه هيموت. خليني عايش معاكم هنا وشغال سواق، وانتوا افرحوا بابنكم زي ما انتوا عايزين. نعم يا اخويا، انت بتصعبطني ولا ايه؟ هما يومين انت هتدور على شغلانه بعيد عننا احنا خالص، والا يا ابراهيم هتشوف نجوان عمرك ما شفتها قبل كده. هتدور. شكلها هتبوظك بداتي. تبوظ؟ تبوظ مين؟ ده انا قتيل. ماشي. يا مروان بيه؟ لا طبعا، مفيش حد بيحب يخسر، ولذلك لو الواحد حابب يحط فلوسه فعلا في حاجه زي كده لازم يبقى عامل لها دراسه كويسه جدا. سجاير يا باشا. ماشي شكرا. تؤمر باي حاجه؟ لا شكرا. فزي ما بقول لحضراتكم كده انه
صلاة النبي أحسن كوريا. أنا سورية مو من كوريا. مين يما؟ في إيه يا إبراهيم؟ في إيه؟ في إيه يما؟ في إيه في إيه؟ إيه اللي جرالك؟ أنت متقل شوية ولا إيه؟ معلش يا باشا يا بيستاذ لي افتكرتها كورية، أصلها شبه الكوريين. يلا بتفضل، روح استناني في العربية يلا. ماشي. صدقوني مش مقصود ابدا، وبعدين حضرتك قلتي هتروحي مصر فهتشوفي من الاشكال دي كتير. انا اسف يا زعمات. حصل خير حصل خير. ايه ده انت لسه واقف؟ اتفضل روح على العربيه. مؤاخذه يا باشا. طب بعد اذنك بس يا باشا، ايه هستاذن ساعه كده لحسن ضربت واحد شاورما وقلب القولون عندك. طب يلا 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 روح روح يلا. انا بعتذر جدا للمره الثانيه على اللي بيحصل ده، بس صدقوني مش مقصود. فنرجع نكمل كلامنا بقى بالنسبه للاستثمار. ما اظنش ان السياحه والعقارات هم دول افضل مجالين ممكن نستثمر فيهم. سيجاره وزعمات. الصلاه على الصلاه يا ست سوريا، الصلاه على الصلاه. بقى سايبك في مصر كوريا بقيتي سوريا. ايه ده؟ ايه يا اخ انت اللي انت بتعمله ده؟ عايز ايه؟ انت اللي عاوز ايه؟ انا خاطبها، ما تقولي له يا ست سوريا. ده الاستاذ عماد المحان. اه وانا هفضل في حضن البقف ده كتير؟ سيبه يا اخ، سيب. في ايه؟ عاوز ايه؟ احنا مش قلعنا الدبل وخلصنا؟ وماله؟ بس يا بت ده في ايه؟ ده احنا طلعنا جامدين قوي، ورينا. ايه ده؟ ها؟ ده احنا طلعنا جامدين يا بت. اخلع من هنا يا كبداك، هو انا سايبه مصر كلها عشان تنط لي هنا؟ اخلع مين؟ بقى انا سايب الراجل الكبير وجاي لك وتقولي لي اخلع؟ اخلع مين؟ امال عاوز ايه يا؟ انا مش عاوز، انتوا اللي عايزين، انت والراجل اللي مشغلك ده. بقول لك ايه؟ استاذ كنتاكي انت، لو في طريقه محترمه اكتر من كده نتكلم. لا كنتاكي ده عند امك في مصر. بس لو عايزين نتكلم باحترام وماله؟ نتكلم، انت عارفاني محترم، زباله بس محترم. يلا نتكلم باحترام. حاضر يا اخويا. اتفضلوا. يلا. امال كنت عايشه لي في دور عبده موته ليه؟ خلوا بقى على اللي هيشفع فيكم. المصلحه دي بتاعتي، ها؟ وفلوس مروان دي كلها كانها مكتوبه باسمي في البنك الاهلي. وانا من صغري اللي ينط على لعبتي انط على رقبه امه. يو انت هتاكلهم بالصوت ولا ايه؟ الليله دي مش ليلتك يا كبداكي. وبعدين تعالى هنا، فلوس اللي انت كابشها في عبك دي، ده انت حيلنا سواق البيت. سيب الدكتور والاستاذ يشوفوا شغلهم، عايزين نرجع البت، عايزين نطلعها من السجن. البت غلبانه مرميه في مصر. وبعدين بقول لك ايه، انا مش جاي هنا اتخانق معاك على لقمه عشان اكلها منك، انا جاي ارجع الرغيف كله لصاحبته. بص يا ابراهيم، انا هقول لك كلمتين كده بالعقل علشان مصلحتك. لو انت فاكر بطريقتك دي وبحركاتك هتعرف تضحك على مروان تبقى غلطان. يا عم اتنيل بقميصك ده، انا مش هعرف اضحك على مروان؟ يعني انت لما تلبس كوريا فستان مفتوح هتوقعه على اسنانه؟ زي ما كوريا قالت لك بالظبط يا ابراهيم. لا احنا جايين نسرق ولا جايين ننصب، احنا جايين نرجع الفلوس لصاحبتها. والنبي يا عم الحاج انت بالذات تسكت خالص، ده انت بالذات مروان معلم عليك مرتين قبل كده، مره لما قلب فلوس الست المحبوسه ومره تانية لما قلب منك خطيبتك، فما تجيش بقى في اليونان تعمل لي احمد السقا. ابراهيم انت انسان مش محترم. يا عم اسكت بقى وخلي ليلتك ام نجوم بدل ما غيم لك وعتم لك ابوها. استنى بس يا نادر نسمع الراجل بيقول ايه. بس اسكتي انت كمان، بقول لكم ايه؟ من الاخر كده المصلحه دي بتاعتي، ها؟ ولو شفت كوريا مع مروان تاني انا هكب جزع المصلحه وتولع بينا كلنا. يو هو في ايه يا ابراهيم؟ نعم. هو انت ناسي ما كنا في مصر وكنت عمال اتخانق معاك عشان تبعد عن الواد طعن والعيال اللي معلم ماشيين في الشمال؟ هو انت جاي كمان هنا تمشي لي في الشمال؟ انت ايه؟ ما بتحرمش؟ حرام عليك يا ابراهيم، عايزين نرجع البت جول اللي مرميه في السجن دي. حرمت عليك يا عشت، حرمت عليك يا عشت، انت لابسالي فستان مفتوح ومشالي مع رجاله ببدل وجاي تتكلمي؟ بس احنا بقى كوريا لينا بلد تلمنا. والله بقى انت مالكش حكم عليا. مش انت كنت شايفني في مصر ناقصني دقن وشنب؟ خلاص يبقى انا حره بقى بكيفي بشوق اعمل اللي انا عايزاه. الجزمه في اليونان. لا والمصحف في الجزمه في اليونان. ده احنا في غربه يا ابراهيم. ماشي انا همشي، بس بقول لك ايه يا دكتور، انت عارف خطيبتك فين دلوقتي؟ في المستشفى بتسقط عيل ابن حرام من مروان. انت بجد بقى يا لهوي ده مجنون ولا ايه؟ ما هي مش بالبدل، لا مؤاخذه مش بالبدل، عارف لو بالبدل كان زمان مندوبين المبيعات ماسكين العالم. انت اتعلمت السواقه فين يا كبداكي؟ ياه ده حوار يا باشا. كمل على طول كمل. واحنا مش هنروح على البيت ولا ايه؟ لا 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 اطلع المطلع واحكي. مفيش يا باشا، واحنا صغيرين كان في واحد صاحبي ابوه كان عنده تاكسي، كنا دايما نعلق التاكسي من ابوه ونطلع نشقط بين السواقين. شاي يا ابراهيم. واتعلمت بقى تخش يمين؟ ايه يا باشا لا مؤاخذه؟ اتعلمت تلف الدريكسيون وتخش يمين؟ اه يا باشا يمين وشمال. طب خش يمين خش. ماشي يا باشا. ابراهيم ده نمره.
خش شمال يلا. تمام يا باشا. دوس فرامل واركن على جنب. لا يا ابراهيم ما تعملش كده، ده هيموتنا. يلا حبيبي انزلوا. حرام عليك يا مروان، والله احنا ما عملنا حاجة، وبعدين انا كنت هحكي لك على كل اللي ناوي يعمله. والله العظيم صدقني يا مروان عشان خاطري. طيب انزلوا انزلوا بهدوء كده. يلا يلا. طب عشان خاطري والله العظيم ما عملنا. يلا طيب ماشي. كنت هقول لك على ابراهيم وناوي يعمل معاك ايه، بس يعني ما جاتش الفرصه. والله حبيبي حبيبي انا عايز اعرف منك حاجه. ما انا عارف من اول كل حاجه من ساعه ما كنت في مصر ومعاك المحمول اليوناني بتاعك، وعشان انت جهله وغبيه مش عارف ان انا رومنج. يعني ايه يا هيما؟ ها رومنج يعني تجوال، وتجوال يعني دولي. بما ان حضرتك في التجوال قافله الموبايل وترد عليا الرساله بتاعت الشبكه المستضيفه، يعني انا اول ما اتصلت بيكي على المحمول اليوناني بتاعي اللي معاكي في مصر، ردت عليا اميره الامراء وقالت ايه؟ هذا الرقم ربما يكون مغلقا. والله كان ليها وحشه. عارفه لو كان الموبايل مفتوح كنتش عرفت انت فين. فاتت عليكوا دي صح؟ فاتت عليكوا. والله العظيم مش انا اللي عملت كده، ده ابراهيم هو اللي قايل ان انا عامل كل الكلام ده. والله واطية. يلا يا واطية. شفتي يا ايما؟ شفتي نجوان عايزه تلبسك ازاي؟ واطية هي بقى ولا مش واطية صح؟ نجوان طلعت واطية صح؟ بقول لك يا باشا الحوار ده بينكم وبين بعض انا ماليش فيه. انا لا اعرف نجوان دي ولا شفتها الا ما خبطت عليكم باب الشقه. هي حاولت تلف عليا صحيح وانا استعبطت، غير كده ما اعرفهاش. بس عليك يا ابراهيم، انا فاكرك عيل ذكي فكرني بنفسي هنا الشقه قبل ما اعملهم. تطلع عيل اهبل يا ده. انا عارف من ساعه ما خبطت الشقه وراها انك معاها. يعني نجوان ما تتصرفش كده من دماغها ابدا، وانا كان كل اللي هامني هي تتصرف بدماغ مين. يا باشا بقول لك ما اعرفهاش، روح شوف هي بتفكر بدماغ مين. خرجوني من الحوار بتاعكوا ده. ما تصدقوش يا مروان، والله العظيم ده عيل كذاب. والله انا بقى عامل الفيلم ده كله عشان اشوف اللقطه دي وكل واحد فيكم بيبيع التاني، ولا كلكم كلكم وموضوع موضوع الوصل ده كوم. يا لا 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 كانت حلوه، يعني الوصل في الشنطه تتسرق يجي لي فيعرف العنوان. لا 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 مرعبه. بس اللي انا عايز اقوله لك بقى ان الوصل ده كان قديم جدا، وانا رميه في الدولاب وقبل ما نجوان تسافر مصر. يعني هي ما تعرفش بيه حاجه، كل ما في الموضوع خدته حطيته في الشنطه عشان تعملوا الفيلم العربي ده. عارف يا نجوان؟ أنا شاطر. أنا شاطر. برافو! برافو مروان! برافو! عارف أنا سبتك ليه قبل ما تقضي فترة؟ عشان دي الحاجة الوحيدة اللي كانت شكلها. وقعدت فكرت فيها، يا ترى الواد اللي اخترته ده ابني ولا ابن إبراهيم؟ عشان كده عشان كده قعدت افكر لغايه ما وصلت الحل. قلت لو قلتيلي على علاقتك بابراهيم يبقى ابني، ولو ما قلتليش يبقى مش ابني. انت ما قلتيش. والله العظيم وربنا ده كان ابنك. والله لا فلتت منك دي يا باشا، انا ما نستاهاش. ممكن يكون عندك حق كده، انت ابتديت تفهم تبقى شاطر، لان فعلا نجوان مش رخيصة كده. بس كده يبقى الموضوع أوسخ.
لان ازاي يبقى في بطنها ابني وتتفق مع حشرة قادرة زيك؟ لا ما تقولش كده. طب حتى اسأله انا قلت له ايه؟ انا قلت له لو ما بعدتش عننا وعن حياتنا انا هبلغ مروان بكل حاجة والله العظيم. بقول لك ايه يا باشا؟ ما المسامح كريم، ايه رأيك؟ احنا غلطنا وانت الكبير والكبير بيسامح. مشكلتك يا ابراهيم انك حسسني وعارف ان انا طيب، عشان كده انا مش هقتلكم، انا بس هعمل فيكم زي ما كنا بنعمل زمان، هعلم عليكم زي ما كنت بعمل في العيال ورا مصنع الكراسي. عشان خاطري حرام عليك. يلا حرام عليك. يلا في واحد اسمه كداجي بيسأل على سعادتك. اطلب الدكتور وخليه يجي بسرعة. بس انت زين سويت اللي جبت الحرباية هذه معاك. انا من اليوم ورايح بعطيك الميدالية الذهبية في النساء. سلامات سلامات. طبعا شو هي المعلومات الخطيرة اللي بدك تقلي إياها؟ بص يا ستي، أنا في البيزنس ما بعرفش أزوق الحقائق، لأن عارف إن البيزنس ده عامل زي الرصاصة، يا تصيب يا تخيب، ما فيهاش تهريج. عشان كده أنا حاسس إن الموضوع ده فينا صبايا. نصبايا؟ شو نصبايا بعيد الشر؟ الموضوع بتاع المنتجع السياحي اللي انت عايزه تفتحيه في الساحل الشمالي في مصر. دي نصبايا كبيرة، ومش أي نصبايا، دي نصبايا كبيرة قوي. شو؟ أنا لما جمعت المعلومات مع بعضها بصراحة كنت لازم أنبهك، مش عشان خاطر بس أنا خايف عليكي، لا، عشان خاطر حس الوطني، عشان اللي هيخدعك ده مصري، وما ينفعش انت تاخدي صورة ان المصريين كلهم وحشين. لا خالص، المصريين حلوين وحلوين قوي، واي حد يعمل غير كده يبقى استثناء عن القاعدة. مصر ام الدنيا يا زلمة. عماد ناصف دوت مزارش مصر من 8 سنين، يعني ما يعرفش اي حاجة عن مصر، والمبالغ اللي حاططها لك في الميزانيه دي مبالغ كبيره جدا ومبالغ فيها، وانا لما جيت حسبت الاحتمالات لقيت ان انت هتخسري بنسبه 500%. يعني لو حبيتي تكسبي اي قرش مش هتكسبي اقل من 10 15 سنه عقبال ما تعرفي تكسبي، بالتالي ده هيعمل لك هدك كبير جدا في راس المال، ودوره راس المال هتلاقيها حصل لها انها تقف. مالك يا ديما؟ في ايه؟ انت عينيكي وجعاكي؟ مالك عامله حاجه؟ لا مو معقول. أنا وصيت المكتب تبعي بالشرق الأوسط وأكدوا لي إنه المشروع لوز اللوز. لوز اللوز؟ نعم. إيه لوز اللوز دي؟ إيه إيه؟ مو هيك بتحكوا بالمصري؟ ها الأفلام الأفلام فظيعة. لا فعلاً إحنا بنحكي في المصري كده. بس أنا عايز أقول لك حاجة، أنت لو عايزة تستثمري فعلاً ما ينفعش تستثمري في مصر. هما ثلاث دول اللي ممكن تستثمري فيهم، لندن والمكسيك واليونان، هم الثلاث دول دول. وانا عندي افكار كويسه جدا ان احنا نعرف نستثمر فيها فلوسنا في الدول دي ومكسبها سريع جدا، لكن مصر لا، ما تحطيش فلوسك في مشروع خسران. والله ما بعرف، بفكر وبخبرك، بس المشكله اني عملت كتير استعدادات من شان مصر، بس بفكر بفكر. ضحك في الاخر يا شيخ جاسم، والضربه اللي ما تقتلش كبداكي بتقويه. يا حلوكم يا مصريين، عندكم امثال حق كل شيء. عارف يا شيخ جاسم؟ خير يا كبداكي. الواد مروان ده برنس، دماغ ابن الكلب. صحيح، مصر ولاده. كبداكي، الحين انت بتقنعني انك معجب في مروان؟ طبعا، ده انا معجب بيه جدا كمان. اصل انا شيخ جاسم بشجع اللعبه الحلوه. هو صحيح جاب فيا جون وفي المقص كمان، بس الماتش لسه ما خلصش. كبداكي، مروان هذا خطر، فاهم؟ لازم يموت. أنا تصير حياتي في خطر إذا عاش مروان. أنا لازم أقتل مروان علشان أنا أعرف أنام وأرتاح في حياتي. ماشي، بس اتقل سيكا على الموضوع ده عشان في مصلحة عايز أطلعها منه الأول، وبعد كده هسلمهولك تشطفه كيف ما بدك. بس أنا ليه عندك طلب يا شيخ جاسم. خير آمر. السكة هنا ما بقتش أمان، أنا عاوز لما نرجع مصر تاخدني تحت دراعك.
كبداكي، وهذه اللي خليتنا نوقف يمها ونقطع لها تذكرة، ها؟ هذه عقرب، عقرب ما تتأمن. مش عشانها، عشان أمها. ست غلبانة وعيانة، خليها ترجع لها. وكبداكي راجل يا شيخ جاسم، ما يبيعش حرمة من بلده في الغربة أبدا، حتى لو كانت واطية زيها. والنعم فيك. متشكرة يا إبراهيم، كتر خيرك. والله، والله لو مو علشان كبداكي، كان دفنتك أنت ومروان في تابوت واحد، ودزيتكم حق رب العالمين، علشان يحاسبكم على أعمالكم القذرة. اتكلي على الله يا نجوان، شوفي طيارتك ورجعي لأمك، وما توسخيش تاني، مع إني عارف إن ده دق فيكي. صحيح، اللي ما يلاقيش قلة الأصل برشام يضربه حقن. معي يا كوريا، إحنا خلاص قربنا نوصل اللي إحنا عايزينه. المرة دي قال لك هشاركك في اليونان أو في الدول اللي ما فيهاش تسليم مطلوبين. المرة الجاية هتقفلي معاه على أساس إنك رايحة مصر، وتسيبيه خالص وتعملي نفسك مش مهتمية بيه تماما. والنبي أعمل إيه دلوقتي في بقي؟ الله يسامحه. أنا حاسة ولا اللي لابسها كلب أسود وأجرب. طب أقول لك على خبر يفرحك؟ قول لأخويا بدل ما أنا متنكدة كده ليل نهار. هايدي جولي مالها؟ صدر لها قرار إفراج. والنبي جد؟ يا ألف نهار أبيض، يا ما أنت كريم يا رب. الحمد لله. طب بقول لك إيه؟ إحنا بقى ننزل على مصر، هنفضل مرزين هنا نعمل إيه؟ نرجع مصر نعمل إيه؟ ده قرار إفراج بكفالة. يعني هايدي لسه في خطر ولازم نرجع مصر بسرعة بالفلوس قبل ما يتحكم عليها. بس يلا مش مهم، المهم إنها بصمت على الأسفلت بجزمتها عقبال ما تاخد البراءة الكبيرة يا رب. ماشي أخويا، يلا سلام بقى. سلام 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 أخويا. أوه، ما فيش فايدة، ما إحنا في بلد أجنبي بقى، ما هي سلطة. هنفضل رايحين جايين لبعض في السويطات. ماشي، والنبي لا اديك وش المرة دي. انت ما بتفهم يا نصيبتي؟ كبداكي اللي جراه لك اللي دهولك كده. تعال يا كوريا، تعال يا اخوي، تعال. ده انا اكلت علقه يا كوريا. من مين يا اخوي؟ ما كلهاش حمار. سلامتك يا اخوي. سلامتك. والله طبعا. وكشفنا انا ونجوان وطلع علينا كلاب. نجوان رجعت على مصر وانا قاعد له هنا. تري الدنيا دي بحر يا كوريا. قالوا احنا اللي فاكرين نفسنا سمك كبير، اترينا بولتي في وسط الحيتان اللي بره. بس انا قاعد له مش هسيبه، مش هرجع مصر غير لما امحيه من على وش الارض. يا لهوي يا امه، يا لهوي، استرها علينا يا رب. طب اقول لك ايه يا اخويا، ما تقصر الشر وترجع على مصر، مش وقت طار دلوقتي. انت حياتك برضو مهمه مهمه يعني. طب وانت يا كوري، هسيبك هنا ولا انت عجبتك القعده في الفنادق وسط الرجاله المبادل دي؟ هو انت بتغير عليا كبداكي ولا ايه؟ غير ايه؟ غير ايه وهبل؟ غير ليه؟ كبداكي ده ارجل من اي راجل. هلا غير ايه؟ بغير، ايه المشكله؟ بغير. يعني عرفت يعني ان كوريا مو زي كبداكي؟ عرفت ان هدمتين الرجال اللي الواحده بتلبسهم وهي بتشتغل في الشوارع عشان بس تتدرى من عيون الناس؟ اسره، انا قاعد هنا في ظهرك حمايه ليكي لحد ما الافات اللي معاكي دول ياخدوا الفلوس وننصص معاهم، لان البنك ابو خزنتين يا كوريا بيشيلوا اتنين. ها؟ قول كده بقى. اتاريك داخل عليا بالحنين وبالسهوكه، اتاريك عشان تنصص. ايه المشكله؟ وايه المشكله لما نصص؟ لو ما نصصتيش مع كبدك هتنصصي مع مين؟ اللي ياكل لوحده يزهق يا كوريا. راجل انت الحرام في دمك، انت ما بتزهقش منه ليه يا كبداكي؟ لا عايزنا نعمل كده مع ناس ما شفناش منهم العيب، دي ناس نظيفة. أقول لك على حاجة، ارجع على مصر، ارجع على بطن البقرة يا كبداكي، وأنا أول ما أجي ننصص ونعمل اللي أنت عايزه. قول لي عند التاني حاجة هياخدها. بطن البقرة إيه يا كوريا؟ البقرة ماتت خلاص، أنا فيها لا أخفيها. أنا ياكل نص الفرخة دي يا إلا محدش هيدوق ريشة. أنا تليفون صغير لمروان يبوظ أم الليلة دي على نفوخك. طب وأنا بقى مقطعة البطاقة يا كبداكي ومش لازمان، واقول لك على حاجه، من غير تليفونات، سمروان بتاعك ده في السويت اللي جنبين، روح له قول له على الحوار كله ولا يهمني، خليه يجي يقتلني. ولا اقول لك برضك تعالى انت قتلني بداله عشان هو يفضل بيه ما يوسخش هدومه. تمام كده اهو. يعني ده اخر خط الكلام معاك يا كوريا؟ يا كبداكي، مات الكلام. ده مات واتدفن وخدنا فيه العزا كمان، الفاتحه على روحه بقى. طب تعيشي وتفتكري يا كوريا. تعيشي وتفتكري يا اختي. لا اله الا الله. ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده يا كوريا؟ طالعه من الحمام على هنا على طول. ايه ده؟
يو وانا مالي يا خال؟ ماما اللي بيلبسوني كده، انا اللي خاوي يا مالت. ماشي ماشي. استنى استنى يا خال. الو ايوه يا ديما، ازيك عامله ايه؟ وحشتيني كتير. الو ايه الدوشه اللي عندك دي؟ انا هون بمصر، هاي دوشه مصر، الله عليها الله يحميها، بتاخد العقل. عقلي ايه؟ ايه المسلسل السوري اللي انا بسمعه ده؟ يلا خال يلا بيه، غطي نفسك غطي نفسك، ما تمشيش معانا، بطلي فضايح، تعالي. انتهى بلياض يا جبتاكي ولا عبيط، عامل ناصح ومفتح وفرق علوز، بتتنطط يمين وشمال، وانت في الاخر محبوس في علبة صفيح قد علبة السجاير، كل ما تنط نطة تروح مرزوعة واقع مدروخ شوية وتقول عيب انا جدع، وتقوم تنط تاني وتروح مرزوعة تاني. لما ادي منظرك في الاخر متكحول ومتكحرط ومفيش في جيبك 20 بلبل مصري ولا يوناني، وقاعد مع واحد راجل شيخ بيعطف عليك ولا كأنك عويل، كان فيها ايه يعني لو فضلت قافش في ايد البت كوريا لما مدتها لك 1,000,000 مرة؟ مش بدل ما انت واقف لوحدك في اخر الدنيا خسران كل حاجة، بلدك ومزتك وعيشتك اللي كنت عايشها برنس على شوية عيال شبك. لا الحكاية كده مش جايبة همها، انا لازم ارجع مصر، لازم ارجع. يا صباح الفل يا شيخ العرب. صباح النور. ايه الاخبار؟ كل خير ان شاء الله. المصلحه كده شكلها فرفرت وما نبش الواحد بس غير النسوان الملونه اللي شافها والعلقه اللي كلها بالف هنا. يعني يا كبداكي ما يكفيك انك تعرفت علي انا؟ ايه اللي انت بتقوله ده يا شيخ العرب؟ ده كلام؟ ده انت الحسنه الوحيده في ام الليله السوداء اللي انا فيها دي، ده معرفه الرجال كنوز. عشان كده بقى انا عاوزك ايه؟ تبعتني ها على مصر للي ماسك الشغل عندك، وقول له يا اللي ماسك الشغل عندي عين كبداكي مدير على كل حاجه. انت تستاهل كل خير. الله يكرمك. وانا حاضر تحت امرك. ربنا يخليك. انا بنفسي نازل مصر وانا بنفسي اللي اعينك. انت عندك حق. الكبار يتكلموا مع بعض، احنا هندخل الصغيرين ما بيننا ليه؟ صح. وبالطريقة هذه قول على مروان الله يرحمه ساعته حانت، بيموت هني ويندفن هني. اه بس والنبي طول له عمره شوية، لأنه يلزم ناس يخصوني، أول ما يخلصوا مصلحتهم معاه هديك مزد، انقله بقى للرفيق الأعلى. ماشي؟ ماشي، كلامك كله ماشي. حبيبي دكتور نادر بنفسه موجود عندنا في اليونان. ازيك يا مروان؟ الله يسلمك. طب كنت اقول لك كنا عرفنا نعمل لك حفله ولا حاجه، بس انت اكيد عازم عشان عارف مفيش وقت يعني. معلش نبقى نعملها بنرجع مصر. انت فاكر ان انا كلمتك عشان خاطر انا بفكر ارجع مصر؟ لا خالص والله، انت اللي كلمتني وحددت الميعاد، يعني اكيد عندك حاجه عايز تقولها. اه فعلا عندي حاجه عايز اقولها. وحشتني. كان بقالي كتير ما شفتكش ونفسي اشوفك. وبعدين ما تنساش يا دكتور نادر ان انت من العملاء المميزين عندنا، ولازم اقدم لك خدمه ما بعد البيع على اكمل وجه. صحيح اخبار هايدي ونجوان ايه؟ كويسين؟ كويسين. بس انت فعلا لو عايز تقدم خدمه بتهيألي يعني لازم تقدمها لنفسك. انت اخدت الفلوس صحيحه، بس حابس نفسك في دولتين ثلاثه ما تقدرش تخرج منهم، والانتربول عينه عليك في كل حته. يعني بتهيألي انك كل اللي عملته كبرت الزنزانة شوية. الغريبة بعد كل اللي أنا عملته وأنت شفته، عندك اعتقاد إنك شايف حاجة أنا مش شايفها، والكارثة إنك عايز تقنعني بيها. الكلام ده مش مظبوط يا مروان. أنا كمحامي جاي أعرض عليك عرض، والله وافقت عليه كان بها، ما عجبكش العرض أنت حر، مش هتخسر أي حاجة.
انت عارف ايه المشكلة يا نادر؟ انك بتعمل الحساب زي التلامذة بتوع المدرسة، يعني بتقول واحد زائد واحد يساوي اتنين، واتنين في الزمن ده ما يعملوش اي حاجة، لا يأكلوا ولا يشربوا ولا يسفروا ولا ينزلوا ولا يطلعوا ولا يعملوا اي حاجة خالص. واحد زائد واحد لازم يساوي في الزمن ده مليون او 10 مليون، 100 مليون، مليار. لو اعترفت بده صدقني هقول عليك شاطر في الحساب. برافو برافو نادر، برافو نادر. طب انسى كل الكلام ده بقى وحل الفزورة السهلة دي. تاخد 50 مليون دولار بطريقة غير قانونية، تعرض نفسك للمحاكم وللحبس، تفضل هربان في دولتين ثلاثة مش قادر تخرج منهم، أحسن. ولا تاخد 25 مليون دولار بطريقة قانونية شرعية، تقدر ترجع بلدك وتروح أي بلد في العالم معزز مكرم، تقدر تستثمر الفلوس وتكبرها زي ما أنت عايز. تختار يا مروان. والله بص، أنا من نوع القنوع وعارف دايماً أنه أي مكسب لازم ليه ضريبة، وإذا كانت ضريبة 50 مليون هيبقوا أن أنا أعيش مالك في اليونان، ما أظنش أنها ضريبة وحشة. الأحلى بقى في رأيي المتواضع ترجع 25 مليون دولار للبنك وتاخد براءة من القضية فوري، ترجع مصر معاك ال 25 مليون دولار بتوع هايدي مقفولين كاملين شرعيين. طبعا انا مش بعمل الكلام ده علشانك يا مروان، الكلام ده لمصلحه هايدي، بنت الغلبانه هتخرج من القضيه وما تتحبس، الفلوس هتبقى معاك تقدر تستثمرهم بالطريقه اللي انت عايزها وتكبرهم زي ما انت عايز. طب وانا ليه اخسر؟ انت مش هتخسر، انت هتشتري حريتك، هتشتري نص فلوس نص عدل. الفلوس كلها معاك صحيح، بس ما تنساش فلوس عليها مشاكل وقضايا ووجع قلب، يعني مش بتوعك. في القرش مبسوط فيه. أنا مخلص كل الإجراءات مع البنك ومع النيابة، يعني مثلا لو فكرت إنك بكرة الصبح ترجع ال 25 مليون دولار للبنك، تلقائيا هتلاقي اسمك اتشال من على قوائم ترقب الوصول ومن الإنتربول. ساعتها بقى هتقدر ترجع بلدك براحتك، ممكن تنزل شوية أخبار في الجرايد إنك كنت متعسر مالياً، إنك حليت مشاكلك مع البنك، وتعيش حياتك، تعمل القناة بتاعتك لو عايز، ترجع لنجوميتك يا نجم. وأنا إيه اللي يضمن لي الكلام اللي أنت بتقوله؟ تليفون صغير قوي للمحامي بتاعك، قول له يتابع كل الكلام اللي أنا قلته ده. والله كلامي طلع مظبوط وصح. كرة في ملعبك، نفذ. ليموزين يا باشا، ليموزين 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 يا باشا. انت اطرش ولا مالك؟ لا مؤاخذة يا باشا، حضرتك عايز ليموزين؟ لسه فاضل ترجع ليموزين. الساعة كام في ايه؟ الساعة 8:30. هو موقف الميكروباصات اللي بيروح الهرم فين؟ نعم، موقف ميكروباصات. موقف انزل بقى تحت الموقف بقى، ادور على الميكروباصات تحت بقى. زي ما جيت اكداكي. عارف يا سوكا وانت في الغربه بتحس ان مصر دي عامله زي ايه؟ زي اكداكي، زي فرشتك بالظبط. الواحد ممكن ينام في اي حته بس ما يرتاحش ولا يروح في النوم الا في فرشته، حتى لو كانت حصيره متقطعه بس برضه بتاعتك وفيها ريحتك. لو نيموك على ريش نعام هتحن لها برضه يا اخي. انت اللي بتقول الكلام ده صاحبي؟ هو ده بقى اللي خلاك ترجع وتحن الحصيره بتاعت بطن البقره؟ رجعت على بطن البقره بس ملهاش حس ياض من غيرك انت وامك والكوري، فخدت عنوانك من الطاعون، ده انا حتى ما لحقتش اقعد معايا، قلت اجي اشوفك. انت صعب صاحبك يا كداكي. عارف يا سكا، انا كان ممكن ما ارجعش، كنت اكمل بره، كنت هعمل احلى قرش واعيش احلى عيشه. عارف ايه اللي رجعني يا سكا؟ ايه يا صاحبي؟ ان البلد دي فيها حتت انضف من اللي عند الخواجات،
وفيها فلوس كتير، واللي هيتمتع بيهم مش هجدع منهم. وناوي على ايه يا صاحبي؟ ده انا ناوي على كتير، بس الاول اردم الحفر اللي متفتحه ورايا عشان ما يطلعليش منها عفريت. انت هتنزل الكباريه امتى؟ انت ما سمعتش اخر خبر؟ ايه؟ مش نور ربنا كرمها اتجوزت واحد ملياردير واشترى لها الكباريه. وبيني وبينك بقى انا مش نادي عليا موضوع الكباريه ده، بس غصب عني هنزل الكباريه لغايه ما العقد يخلص، وبعد كده بلح. الله، ده الدنيا اتشقلبت بقى. اوه بقى زي المرجيح، يوم فوق ويوم تحت. الو، ايوه ماجد، بقول لك ايه، انا عايزك تكلم نادر عالم الدين وتتاكد من المعلومات اللي هو بيقولها، ولو صح عايزك تخلص انت كل حاجه. ماشي. ايه ده؟ وانا من امتى باكل عليك فلوس؟ الله جرى ايه؟ وبعدين اديني جايب لك شغلانه جديده بفلوس جديده، ما تهدى. وعايزك في حاجه تانيه، عايزك تشوف لي الدنيا بتاعت ابو طالب وهايدي ونجوان بيعملوا ايه، بيتصرفوا ازاي، بيروحوا فين. مش عايزك كعبل في اي حد فيهم لما اجي مصر حتى ولو صدفه. ماشي. الو، ايوه يا ديما، ازيك؟ عامله ايه؟ اهلين. ايه مال صوتك؟ معلش كنت نايمه. انا اسف جدا ان انا اتصلت بيكي في وقت زي ده، بس في الحقيقه انا بحاول اكلمك كتير جدا من ساعه ما سافرتي وانا مش عارفه اوصل لك. معلش كتير زحمه الوقت. بقولك ايه يا ديما، انت عملتي ايه في المشروع بتاعك؟ خلصتي؟ مو بشكل نهائي، بس على وشك. طب انا في حاجه كده بقالي فتره بفكر فيها بصراحه. كلامك كل اللي انت اتكلمتي فيه عن مشروع وعن مصر شغل دماغي جدا، وانا حابب ارجع بلدي واشتغل فيها تاني، فايه رايك اشاركك في المشروع بتاعك؟ منيح، كتير منيح. طيب لو انت موضوع التوقيعات والاتفاقيات ده لسه ما خلصتيش فيها، استنيني شويه كده لغايه ما اجي. مو بعتقد بقدر، انا ملتزمه بمواعيد. انا مش طالب منك كتير يعني، انت بس استني شويه صغيرين وانا هكون جاي لك في اسرع وقت ممكن. بشوف، الله بيسهل. عظيم. طيب انا مش عايز اعطلك يعني، لو الموضوع متيسر كملي فيه، وانا لما هرجع لك ان شاء الله مش هسيبك. هشاركك يعني هشاركك. الله بيسهل. سلام. سلام. الله ياخدك يا بعيد. اتفضل يا باشا اتفضل، عليا النعمه، انت انضف حاجه حصلت في تاريخ الكباريه ده. اتفضل يا باشا اتفضل. الله يخليك، ده من ذوقك. يلا اتفضل. اتفضل يا باشا. شكرا. اتفضل. شكرا يا استاذ ابراهيم. شكرا. احلى ترابيزه في المكان. يا سلام. على البحر عادل. اتفضل. نسيت اقول لك ان الواد هيما رجع وشكله هبر هبره حلوه. نسيت، ومين اللي معاه ده؟ ده شكله كده ولي النعم. ثواني ورجع. بص شفت الليونه. يا عيني برنس الانس والجنس يا كباكي القلب. ازيك يا طاعون؟ الحمد لله على السلامه يا عسل. الله يسلمك، عامل ايه؟ الحمد لله. اصل انا هنا مسيطر قوي. طبعا طبعا، ضيوف هيما هم ضيوف مصر. اهلا بسعادتك. الله يخليك، نورتونا. شكرا شكرا. يا ستون، مش هتقومي ترحبي بالزباين؟ انا اقوم لدول؟ لا لا، بقول لك ايه، اكل العيش ولقمته مالهمش دعوه بالحزازيات اللي بينك وبين ايه؟ بين هيما، خلاص؟ وبعد كده الكواد ده مسؤوليه، ما دام انا الكواد يبقى تسمعي كلامي. قوم يا ستو، انا دلعي الناس. انت شايف كده؟ انا مش شايف غير كده، يلا. بتدلع بقى، وادي له بقى الشفه الحلوه. ايه ده؟ ايه ده؟ هتلاقيه في اليونان. اهلا اهلا يا كبداكي. اهلا. نورت مطرحك يا اخويا. اهلا يا باشا. هذا نوري. ايه النور ده كله؟ ست ناني دي بقى يا باشا اجدع من هزتهم في الوطن العربي، لا وعشت عمر كمان. واحنا محظوظين، الله محظوظين اذا الست نانا تورينا رقصه الراقي. طبعا. يا ريت يا ريت والله كان ينفع، بس جوزي الشيخ علوان محرج عليا خالص ارقص لحد غيره، بس بيغرى عليا قوي. محظوظ الشيخ علوان، صدقني محظوظ. طبعا طبعا يا باشا. اتفضلوا واقفين ليه؟ اتفضلت. اهلا 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 يا اهلا اهلا. يا ده تاري البضاعه اللي الواحد بيرميها وراه بيجي غيره ويشيلها ويدفع فيها فلوس كمان. اعمل قلب والنظر
اللي يرفس النعمة يكبك. وأنا عملت كل ده عشان أقول لك إنك لا مؤاخذة. لا لا مؤاخذتك معاك يا حبيبي. معلش بقى حوارات قديمة بقى وحفر متفتحة. بس يلا افتح الهويس وارمي في الكيس. خد ياض يا علي. كبداكي كبداكي أنت جبار بذمتي أنت جبار. أنا بحبك وأنا بموت فيك. وكتاب الله بحبك. نعم كبداكي. عاوز تقابلني ليه؟ جرايا كوري. هو انا ماليش عندك ولا ايه؟ انا لا عايز اشوفك ولا عايز اعرفك. لولاش بس انك قلت لي انها مصلحه تخص جوليا انا كنت جيت لك ولا عبرت. طب عينك في عيني كده. فاكره كوري اول مره شفتك فيها؟ فاكره. كنت لسه جاي بطن البقر وكان يوميها في عيال صيع بيعكسوني. اتخانقت معاهم وضربتهم اما قطعتهم ووصلتني لحد البيت مع اني قلت لك سيبهم وانا اقطعهم بسناني. بس انت قمت بالواجب. كانت اول مره احس ان ليا ظهر من بعد ابويا الله يرحمه. بس انا كلتهم على بنت حرام. ايه مع عصب يا بنت عصب؟ عارفه يا اخويا هو انا من ساعتها كوريا قلبي ما بقاش بتاعي. يلف ويروح ويجي ويركب تكاتك واتوبيسات ومكن بس ليه راجع في الاخر؟ لازم يا كوريا اخر اليوم يجي يجرش عندك. كان بيجرش عندي اهي. بس خلاص قلبك اللي غالي عليا ده انت رميته على فرشه في الشارع. بقيت لازق عليه ورقه كده اهو بتقول للبيع. عمال تنادي عليه في اللي رايح واللي جاي يمكن حد يشتريه حتى لو كان بالرخيص. عارفه يا كوريا انا قعدت اسبوعين في عز عند اللي اسمه جاسم ده. عرفت ساعتها ان التقيله في بطن البقره الدنيا وما فيها. وشفت نسوان رخيصه. نسوان تعمل اي حاجه عشان خاطر الفلوس. عرفت ساعتها ان واحده بس في حياتك بفلوس الدنيا كلها. وشفت نسوان حلوه كوري. نسوان تحل من على حبل المشنقه. عرفت ساعتها ان النظره في عينك نعمه من عند ربنا. ورب العزه يا كوري. أنا كل كلمة قلتها لك دلوقتي خارجة من قلبي ما عدتش على ولا حاجة. أنا بحبك أوي يا كوري. بجد والنبي يا هيما احلف احلف والنبي. خلاص والمصحف خلاص أنا جاي لك برجلي وبقول لك عايز أركن عندك. طلعي لي بقى بطاقة واكتبي فيها ده بتاعنا. بحبك يا حتتي. وانا بموت فيك يا مزتي. حضرتك تشرب ايه؟ لا ما لا تمام احنا شربنا اصله شربنا. لا دي محتاجه اشعه محتاجه اشعه. طيب انا هخلع انا بقى. انا عايزك تبقي مطمنه بكره. ها انا اتفقت انا وجاسم مع نادر على كل حاجه. المشوار ده متامن ومتظبط. انا في ظهري. لو نرجع للست الغلبانه دي فلوسها مش عارف. انا حرق ونار. يو محشينا كوريا. شايفتك معجب بالمصنع. لا كويس حلو. انا كمان بفكر ان انا وانت نتشارك فيه. ايه رايك؟ بفكر وبشوف. سوري معلش رساله بس اشوفها. اتفضل. هاي يا فندم يا رب يكون المصنع عجب حضرتك. ايه حلو كتير. لا يا فندم ده احنا عندنا كمان عماله مدربه على اعلى مستوى. ده غير المعدات الحديثه يا فندم. وان شاء الله مصنع قريب باذن الله. كتير. وين بتشوف الماكينات؟ احنا بنستورده من المانيا يا فندم. وده احسن مكان بيجيب منه مكان. عشان يا فندم. بقول ايه؟ ممكن دقيقة لو سمحت؟ ادردش معاك بس شوية. خليكم خلي. سيدينا انا حاسس ان المكان اللي هو بيقول عليه احدث حاجه ده مش احدث حاجه ولا حاجه. بعدين مش عارف ليه زي ما بيقولوا عندنا في مصر كده قلبه مربوط. حاسس ان في حاجه. بس كيف؟ هو بيقول انه احدث ماكينات على مستوى العالم وانت كنت من شوي معجب بالمصنع. مش عارف مش عارف قلبي اتقبض فجأة كده. بصي أنا طول عمري طول عمري بتعامل بإحساسي بيني وبين ربنا عمار. اللي بحسه بيطلع صح. فأنا حاسس إن في حاجة غلط.
بقول لك ايه، هتيجي نقعد في العربيه في التكييف شويه، يمكن الشمس والحر مش مخليني عارف اعبر لك، يعني يمكن لما نقعد ونهدى في التكييف اعرف اقول لك اللي جوايا. ها تعالي تعالي، اتفضلي اتفضلي. انت كتير غريب، انا مو فاهمتك، لوين بدنا نروح؟ بدنا ناخد روحك يا روح امك. امال انتوا لازمة اهاليكوا ايه؟ لازمة اهاليكوا ايه؟ طول بالك يا كبداكي، اهدى اهدى، خلينا نفكر بعقلنا، الامور ما تتخذ بالطريقه هذه. امال تتخذ ازاي يا شيخ جاسم؟ مش انت اللي قايل لي عندك مصنع وانك مسيطر؟ تتخذ من قدام عينيكوا كده عادي؟ هو قد ايه واحد راجعين يا فندم؟ هتصل بنادر بيه وبلغه يا فندم. كلمه في السكه، يلا كله على عربيته، طيران ورا مروان، يمكن نلحقه. بسرعه بسرعه، وانت اخذ سيارتي واسمع، اي شيء تحتاج اتصل فيني انا تحت امرك، واذا لقيت الاخت كوريا اخذها واتصل فيني. متشكر متشكر يا شيخ جاسم. العفو العفو، مع السلامه. يا سوق انت فين؟ طب اجهز انا حد عليك دلوقتي. حال تفهمك لما اجي. يلا سلام. ربنا الله يسامحك الله يسامحك. انت يا بت انت ايه ده كباك؟ انا اول مره اشوفك كده يا صاحبي. اهدى يا سوكا، دي كوريا، انت جننت. خلاص نتصل بعم شكري ونطب على السيد عيد هي وابوها، ومن الاخر كده الموضوع يخصهم. اكلم عم شكري اقول له عم شكري انا عويل وبنت اختك اتخطفت مني، انا لا هكلم شكري ولا هروح لعيد. امال هتروح فين بس؟ روح لنا جوايا. الو انا جوانا حبيبه قلبي، انت فين الله يخرب بيت امك؟ يعني مروان رجع مصر ورجع الفلوس البنك؟ والله دي اخر حاجه الواحد كان ممكن يحلم بيها. ابتدينا بقى الاستهبال والاستعباط. بقول لك انا جوان، انجزي في ليله اهلك السودا دي. عليا النعمه لو مروان قلب عقله مع كوريا مش هتكفيني فيها رقبه. الله، وانا اعمل لكم ايه؟ ما تروحوا تدوروا عليه، انا مش عارفني مكانه فين. طب بص يا بنت الحلال، انا استجدعت معاكي مرتين قبل كده، مره لما اديت دم لامك ومره تانيه لما رجعتك من الغربه. هتستوسخي هعمل معاكي اللي ما عملوش مروان. بص يا مزه، احنا مش عايزين لك اذى ولا عايزين لك شر، ومن الاخر كده انت عارفه مروان بيروح فين ويجي منين. ومن الاخر يا بنت الحلال، انت هتنقذي روح ماشي ولا مش ماشي؟ ولا خلي كبداكي يخلي وشك زي وكلت البلح. ما تنجز يا بيت. بص يا ابراهيم، مروان كان عنده شقه في 6 اكتوبر بقاله كتير مش بيروحها، وبعدين ما حدش يعرف اي حاجه عن الشقه دي، يعني اكيد
اسوق. يلا يا بنات قوموا عشان نلبس. يلا يلا حبيبتي بسرعه. يا بنت الكلب بتدينا العنوان غلط. اما تويت اللي جابوها. اسمع كلامي يا صاحبي، احنا نطب على الست هايدي هي وابوها، ومن الاخر كده نجوان دي شمال الشمال. ماشي. السلام عليكم. ازيك يا عمي؟ خشوا يا بنات. نجوان؟ انت اللي جابك؟ انت ليك عين تورينا وشك تاني؟ معلش يا عمي انا اسفه على اللي حصل كله، وبعدين نفسي حضرتك لو تقول لهايدي ان انا بجد اسفه، ويا ريت لو تسامحني. هو ايه اللي اسف؟ انت دلقت شاي على مكتبها؟ ده انت دمرت لنا حياتها كلها، وليك وش تيجي تفضلي هاني مع السلامه. يلا. حاضر يا عمي، مش هتشوف وشي تاني، بس انا جيت النهارده عشان اسيب لك اخواتي هنا. خد مين؟ خد مين؟ خد مين؟ واحنا اللي خلفناهم؟ اصل انا مش هعرف الاقي حد امنه عليهم غيركم. بابا راح اتجوز واحده تانيه بعد ما امي ماتت، وانا طبعا مش هعرف اسيبهم عندهم، ولا هعرف اشيل مسؤوليتهم لوحدي. يا ست امك الله يرحمها، احنا ما نجيبش عيال هنا ولا لناش دعوه بيهم خالص، اتفضلي خدي اخواتك واتكل على الله. البنات دول وصيه امي الله يرحمها، اللي كانت بتخدمكم طول عمرها. وبعدين ده هي ماتت حتى من زعلها على هايدي. عموما يا عمي انا عرفت ان مروان رجع مصر، وهروح انا اقعد عنده، لان انا وهو سكتنا واحده. وهسيب البنات عندك امانه. يا ريت لو تخلي بالك منهم يا عمي. خلي بالما خد اخواتك دول واتكلي على الله. يلا اطلعوا على فين. يلا تعالى انت بسرعه. انزل من هنا. تعالى يا عم. اسد باي باي يا عم. ما تنساش تسلم على هايدي وتقول لها تسامحني. انت تعالى بنت. بقول لك يا جداكي، هي دي الفيلا؟ مش عارف شكلها كده. بقول لك ايه؟ اركن ننزل نسأل. اركن هنا. ما تضيعش وقت. كوريا في دي اللي ما يرحمهاش. اسمع مني، اخر سكه البيت في دي مروان. اركب يلا. خلاص انا وقفني. كوريا جوه يا سوق. الله اعلم يا كداكي، يمكن جاي عشان اي حوار. اسمع اللي كوريا جوه. مروان جوه يا بنت؟ معرفش. ردي عليا، مروان جوه؟ هو انت بلاعبني ولا ايه؟ مروان فين؟ معرفش. طب خليها معاك يا سوكا بقى لغايه ما نعرف. تعالى يا اموره معايا. سيب انت، اوعى اوعى. بس اتكلمي لو اتكلمتي لبصت لك وشي خليك زي وشي. يو بس يا بنت. آسف يا ديما هانم، آسف. معلش معلش أنا آسف. وإيدي بقى كده، هنفضل باصين لبعض كتير. تعرف إبراهيم كبداكي منين؟ تعرف الواد ابن بطن البقرة ده منين؟ يا بت إنتي إيه؟ ما بتخافيش؟ ها؟ أنا ما بخافش إلا من اللي خلقني. منك لله. منك ايه؟ لله. كوريا! مكانك يا كبداكي. كويسة يا بت. الله 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 الله، ده انتوا طلعتوا معرفة قديمة بقى. ما هي دخلة الشاطر حسن دي عشان يبقى الست الحسن، تبقى الحتة بتاعته. يلا حبيبي يلا عشان تموت جنبها. يلا بص يا مروان، أنا
قديم قوي الفيلم ده. تروحي معايا قولي لها تمشي. ماشي الف سلام عليك يا كوريا. وانت مالك يا صاحبي؟ ايه ده؟ ايه الدم ده؟ الف الف سلام عليك. خلاص مالك يا حبيب قلبي؟ مالك يا كوريا؟ خلاص مفيش حاجه. خلاص في ايه يا كبداكي؟ خرجنا. انت طمنا عليك بس. ايه الدم دوت؟ كوريا كوريا الحمد لله على السلامه يا كوريا. الحمد لله على السلامه. كويسه الحمد لله على السلامه. مروان اجوان اجوان. شفتي بتلفي تلفي وترجعي لي زي القرش ممسوح. روح روح هاتي لي دكتور بسرعه. انت ايه؟ انت ايه؟ ليه كل الكلام ده؟ انت مش مكفيك كل اللي عملته فيا؟ لسه بتعورني؟ انت فاكر نفسك ايه يا مروان؟ ها؟ انا مش هسيبك الاسعاف، هسيبك تموت قطر بقطر عشان كل اللي عملته فيا وعملته في ماما وكل في الناس. روحي هاتي للدكتور بسرعه. مش هجيب لك دكتور. يلا انت بتاعي انا يا مروان، ومحدش هيقتلك غيري. انت فاهمني؟ محدش هيقتلك غيري. نبنا صعبة جينا عليا ليال دول. أمهم ماتت وأبوهم رميهم وأختهم هيتحكم عليها بالإعدام. ما بقالهمش حد إلا ربنا وأنتوا. بس أنا مبسوطة ببابا قوي، زي ما يكون لقى روحه فيهم، بيقضي معاهم اليوم كله لدرجة إن أنا بقيت أغير منهم. طيب أقوم أنا بقى ألم هدومي وألبس على ما أخلي شكري يجي عشان نروح نشوف الشقة الجديدة اللي جابها لنا في الحار. وأنا هعدي عليكي بكرة بدري نبصت على المحل اللي أنتِ قافلاه، نشوف بقى هنوضبه إزاي وهنعمل فيه إيه، لازم نبتدي نشتغل. والنبي أنا ملدد عليا نزولك للحارة وشغلك فيها من تاني. كان نفسي أرجع لك فلوسك كلها على دايرة المليل. أنتِ جبتي لي البراءة اللي أهم من الفلوس، وبعدين أنا مش عايزة أروح الحارة عشان الشغل، لو على الشغل بابي أو نادر ممكن يلاقوا لي شغل في أي حتة. أنا عايزة أرجع الحارة عشانك. عشان انا حبيت المكان وعايزه اديه زي ما اداني. ماشي يا جول. السلام عليكم. ازيك يا كوريا؟ ازيك يا دكتور؟ اهلا يا نادر. ازيك يا هايدي؟ الحمد لله. ابو طالب بيه ازاي حضرتك؟ اهلا اهلا. ليك وحشه والنبي يا دكتور. دكتور تاني يا اخي. هو انت ما بتتعلميش مني حاجه يا كوريا؟ يا اخويا فكك مني بقى، مش الفيلم خلص خلاص؟ لا لسه ما خلص. يعني يعني هايدي هانم تحب الفلوس بتاعتك تتحول على انهي حساب؟ ولا تحبي تصرفيهم كاش؟ ولو اني اشك ان المبلغ كبير شويه.
فلوس ايه؟ انا مش فاهمه حاجه يا نادر. فلوسك اللي مروان نصب عليكي فيها ال 25 مليون دولار، مالهم؟ تحبوا تاخدوها ازاي؟ ناخدها ازاي يعني ايه؟ اذا كان مروان مات ومالوش ورثه والفلوس دي المفروض تروح للدوله، ده لو اليونان اصلا افرجت عنها. الكلام ده مش مظبوط يا هايدي، لان مروان ليه ورثه. ورثه مين؟ مراته. مراته مين؟ حضرتك. ايه؟ يا حبيبي مروان طلق هايدي قبل ما يسافر. ابو طالب بيه مروان طلق هايدي شفوي، كتب لك ورقه انت طالق يا حبيبتي. لكن وهو بيهرب فعلا ما كانش عنده وقت يروح للمأذون ويوثق الكلام ده، وبالتالي انت قدام الحكومه مراته، ولما مات تبقى انت الوريثه الوحيده ليه. وانا كلمت البنك والسفاره في اليونان وخلصت كل الاجراءات معاهم والفلوس جاهزه على التحويل. زغرتي يا كوكي. الله اكبر. والنبي انت ربنا راضي عنك ونيتك صافي. الحمد لله. ما حدش هيخلص الحكايه دي الا الراجل ده. اسمعوا بقى، الفلوس دي مش بتاعتي انا لوحدي. اولا انا هعمل براند باسمي وهفتح مصنع اللبس اللي طول عمري بحلم بيه، وكوكي هتبقى شريكتي. انت بقى يا دكتور نادر هتظبط لنا كل حاجه وتخلص لنا الموضوع. لا 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 اهدي شويه يا دكتور. ايه مصنع؟ يعني كبداك. اسمعي مني، ده كبداكي لعبته المصانع كده اهو. مصانع يعني كبداكي.